السلام على من اتبع الهدى. مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد من باب الخلق. النهارده عندنا حاجه، انا رحنا نطلع على جزيره الدهب، عندهم مشاكل معقده وقديمه ومحتاجين نظره على الجزيره دي، فيها عدد من السكان كبير، وبعدين فيها اللي هي ايه بقى، فيها خيبه الامل اللي راكبه جمل. ازاي بقى؟ ان انت لما بتكون في منطقة بعيد، اللي بيسموها هي نائية، منطقة نائية بعيدة، ما بتشوفش حاجة، فما تعرفش حاجة، فيعني لو جابوا لك صرف صحي، جابوا لك مية نظيفة، جابوا لك مش عارف ايه، بقى عظمة على عظمة. انما بقى الواحد لما قاعد مزروع، يعني جزيرة الدهب دي كده وانت ماشي داخل على المعادي هتلاقيها على ايدك اليمين، مكان ساحر. ومن ناحية تانية الجيزة، بحر الأعظم والمش عارف الشارع المهم ده اللي فيه عمارات فخمة جدا وبتاع. فهم موجودين في وسط الحياة الصاخبة الثرية، حياة، شوف العمارات اللي على كورنيش المعادي عاملة ازاي، وشوف الحاجات عاملة ايه، وشوف الدنيا ايه ده. فدول بقى تصور ده لما يقعد كده واحد بقى قاعد ما عندوش صرف صحي، وشايف الدنيا دي كلها قدامه. على فكرة ده عنده مشكلة جامدة، ده الراجل ده ممكن أفكاره تروح بعيد، لأنه شايف الحاجات، شايف العربيات رايحة قدامه جاية، وشايف البتاع. وأعجب حاجة شفتها، واللي مش عارف يعني، اتعملوا الكوبري اللي هو الدائري ده، فالدائري اسم الله عليه عدى من فوق جزيرة، يعني مشي من فوق جزيرة. الله أكبر، حلاوة. يعني ممكن نعمل سلم ينزل الجزيرة والناس تنزل وتطلع، ما بقتش جزيرة بقى خلاص، وما بقوش محتاجين لمعدية إلا في النقل، عربية نقل شيء شيلت حاجة بتاع كده، مش هنعمل لهم أسانسير يعني، لكن في سلم ننزل ونطلع خلاص تمام. السلم اتعمل بعد الجزيرة ما تخلص مباشرة، في أول الجيزة من ناحية اللي هي الحتة دي، بس اسمها الدهب برضه ولا اسمها الحتة اللي هي بعد الجزيرة على طول، اللي هي الشط التاني، معمول السلم. والألطف من هذا إن أنا حاولت أروح للسلم، لقيته ملكية خاصة، المنطقة اللي فيها السلم يمتلكها شخص، وقافلين الباب وكده ما تعرفش توصل للسلم. السلم ده يتلاقى على الدائري، يعني أهل الجزيرة يستطيعوا الصبح بدل ما بياخدوا الأطفال وينزلوا يركبوا مركب ويعدوا ويرجعوا تاني يعدوا ويرجعوا، يقدروا يطلعوا السلم ويمشوا ينزلوا، او يركبوا مواصله، او يركبوا ميكروباص او بتاع. وعلى فكره في حاجه موجوده في الحياه ما حدش بيقاومها خالص، ايه هي؟ انا لاحظتها قريب بس، السلم اهو. بص بقى جزيره خالصه فين؟ امطار والله ما تساويش 10 متر، السلم اهو يطلعك المحور ده بقى بعد الجزيره مباشره. يا خبر ابيض، ايه ده؟ طب ايه فين؟ السلم ده مقفول، السلم ده في ارض مش بتاعت حد، دي بتاعت مش بتاعت الدوله ولا ايه، بتاعت حد قفل الباب ما عرفناش نوصل له، والسلم لا يستخدم. بس السلم ده احنا مش محتاجينه، لان السلم ده مش في الجزيره. لو الصوره الثانيه بقى، في صوره ابعد تجيب لك الجزيره وجايبه السلم ده، يبقى شيء عبقري احنا عملناه، بس انا ما قلتش لزمايلي، ما طلبتش منهم طلب زي كده، انك تبعد بالجزيره كده وتشوف السلم. طب ليه ما نزلهمش سلم؟ دول الوفاد. الست بتخرج الصبح، او البنت مثلا بتاخد اخواتها، وبعدين ولاد الناس جيرانها، تاخد عام 15 عيل يركبوا المركب بفلوس، ومركب المعديه تركب ويرجعوا، وتروح توديهم المدرسه وترجع، والعيال. ست جت عايزه تولد بالليل اهو بقى، بص ده اول الشط اللي هو انتم مش شايفينه، دي الجزيره، وادي السلم. يا خبر ابيض، لو انا ساكن تمام، احنا واقفين على طرف الجزيره، تصوروا انا لو ساكن في الجزيره كده وشايف ان السلم دوت بس عايز انقله حوالي مثلا 100 متر او ممكن اقل، فيبقى في الجزيره فيطلعني وينزلني ويطلعني وينزلني، صحيح 4 ادوار هيدوا الحيل، بس ده بالنسبه لي، انها بالنسبه للناس هيبقى متعودين لانهم بيطلعوا سلالم، متعودين على الحكايه دي. ايه ده؟ طب هو عامل السلم ليه؟
لما هو مثلا ممكن نقول مثلا دواعي امنيه او حاجه زي كده، الجزيره ما فيهاش ولا حرامي. جزيره انا سالتك سكانها ما فيش حد، ما فيش عندهم لصوص، كلهم عارفين بعض، صحيح هم مألوفات لكن عارفين بعض، ده ابن فلان وده ابن فلان وده ابن علان ودي بنت فلان، ما فيهاش تحرش، ما فيش حد بيعاكس حد خالص. ده اللي الاهالي قالوه لي يعني. وشفت هناك بنات لابسين جنسات وبتاع ماشيين عادي خالص، ما فيش حد بيضايقهم لانه كله عارف بعضه. انت بقى لازم تبقى وطني ولازم تحب مصر، انت لو ما حبيتش مصر يعني هننفخك. طب يحبها ازاي؟ يحبها ازاي وهي هاجرها كده 100 متر؟ ده هجر. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه تعذيب. عارف لو مفيش دائري ومفيش سلم يبقى مفيش الحلم بعيد قوي، انما ده اهو مالك، ما هو ما تجيب السلم. يعني فمش قادر اعرف ليه، ليه السلم بقى الناحيه التانيه، ليه بقى الناحيه التانيه. قعدت افكر كتير اقول يمكن مثلا ايه، خايفين ناس تنزل غربه من على الجزيره مثلا بالليل ولا حاجه، لا الاهالي عايزين. طب هل مثلا لو طلبوا من الاهالي انه يعينوا حارس ويعملوا باب على البتاع دوت يتقفل الساعه 12 بالليل ويبقى في حارس قاعد طول الليل بحيث ان محدش ينزل ويطلع الا عارفينه، هل دي مشكله لما نحط لهم مثلا حد من رجال الامن الداخليه؟ مشكله؟ لا مش مشكله. طب وهل انت اذا كنت خايف حد ينزل من على السلم، هل انت المراكب اللي بتعدي دي وحد واخد باله منها ده بيعدوا في 5 دقائق؟ لا. يبقى اذا لو حد عايز يعدي بمركب وحرامي او كذا او كذا او دخيل او بتاع هيعدي عادي جدا، لان الجزيره كبيره واي مركب صغير تعدي، المشوار مش كبير يعني، مش عريض قوي النيل لانه هو جزئين، جزء ناحيه الجيزه وجزء ناحيه المعادي. ايه ما عرفتش والله، ما عرفتش ليه وضع هذا السلم وكانه عمليه تعذيب. واحد ربطوه في شجره وحطوا له الميه قدامه ما بعدوهاش، مش بس الميه لا ده فتحوا له حنفيه فنزل الميه كده. يا سلام بقى لو الكولدير بقى ونفتحين له الميه الساقعه نازله كده جميله، لكن ما يلمسهاش. ايش حط نفسك يعني، ارجوكوا انا عايزك دايما تحاول تحط نفسك مطرح الطرف التاني. صور انت كده اتوجدت في مكان والدنيا كلها ممكن توصلها بسهوله جدا، واحده ست مثلا بتولد بالليل، راجل تعب بالليل لازم مركب وقصه، في حين ما يقدروا يشيلوه ويطلعوا بيه السلم ده. الرجاله هناك كتير والستات يشيلوه ويروحوا بيه المستشفى على طول. الاسعاف بتروح هناك على فكره، انا عرفت ان الاسعاف بتروح هناك، بس انا عايزك تطلب الاسعاف وتشوف هتجي لك انت وانت ساكن لا قدر الله يعني في المعادي او في مصر القديمه او في مصر الجديده هتجي لك في قد ايه. فما بالك بقى تروح تستنى معديه وتعدي على المعديه وتنزل من المعديه وتطلع من المعديه، ده اسعاف. في حين ان لو السلم انا اسف هبه بتقول لي الناس هيقولوا الكلام ده كله، انا عمال ارغي فانا ماليش حق، بس هو الحقيقه ايه، عندك حق عندك حق، بس انا شئت مني ساعات في حاجات تبقى مش اكبر من مخك، تبقى تخليك تبقى عايز تضرب دماغك في الحيط. ليه؟ يعني ما عندناش فلوس نعمل صرف صحي مثلا، انما حاجه زي كده يعني دي كانت في الحاجات اللي هي مش استفزتني، حزنتني ان اللي عمل الحكايه ديت فيها حاجه. يا ريت يقول لنا اللي هندس المحور او الدائري، يا ريت يقول لنا، يمكن يكون عنده كلام منطقي. نرجع بقى ده الجزء اللي احنا هنقابل فيه اهالي جزيره ابو الدهب، نرجع بقى لعمك عبد الناصر جزيره الدهب، انا دايما بقول ابو الدهب الدهب. نرجع بقى، احنا كنا اتكلمنا عشان يوم الجمعه اللي فاتت كان ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، تمام، وقلنا هنتناقش مع بعض. في ناس من هنا او حد واحد يمكن او اكتر من واحد قال المناقشه دي لازمتها ايه يعني، انت عندك حق تمام، ما ممكن ما يبقاش ليها لازمه، بس انا تصورت وممكن اكون غلطان ان الفكره احنا بنطرحها على اي شخصيه عايزين نناقشها، بس من اللي فات خلي بالك، اي شخصيه عايز تناقشها. ليه بقى؟ لانه فكره ان احنا نتعود ان احنا نتناقش مع بعض، يعني
انت تقول عبد الناصر لا ده حبس الناس، عبد الناصر ده كان في عهده النكسه الفظيعه، عبد الناصر ماشي. واحد تاني يقول لك لا ده والله ده كان في حاجات كذا وكان في حاجات كذا وكان في حاجات كذا. اولا دي الفكره الاساسيه اللي انا مفكر فيها، ان الناس تتعود تتناقش في حاجه مفيده. انت بص شوف المناقشات اللي موجوده، الناس دلوقتي بتتكلم في الشارع عن ايه؟ انا مش هتكلم بس شوف، وتشوف الحاجات اللي بنتكلم فيها النهارده تخلص ونتكلم فيها بكره وبعدين تخلص وبعدين نتكلم في غيرها بعد وبعدين تخلص. هات بقى، وده قلناه في اول باب الخلق، هات بقى من اول شهر سبتمبر اللي هو خلاص يعني يستعد للرحيل خلاص. من اول الشهر لغايه النهارده، يا ترى الناس قعدت طول الشهر تتكلم في ايه؟ هتلاقيها كلها موضوعات الغالبيه اللي خدت الجو واللي عاش فيها الناس كتير وقعدوا يكلموا فيها كتير ولا حاجه. فلما نيجي نتكلم عن شخصيات زي كده، ليه؟ الشخصيات حكمت وسيطرت واصابت واخطات عشان احنا نتعلم، مش بس الرؤساء والمسؤولين، احنا كمان. ما حدش يتصور انه فوق العلم وان فوق البتاع، احنا لسه لغايه دلوقتي مهما الواحد كبر ان شاء الله يكون عنده 100 سنه يفضل يتعلم، فاحنا بنتعلم من الحاجات دي. يعني انا جابت لي هبه مقال انا فاكر اني قريته، لان المقال ده لما نزل عمل ضجه لعمنا جلال امين اللي احنا ان شاء الله هنذيع الحلقه بتاعته مع يعني بمناسبه رحيله، يعني نتمنى له جميع يعني كلنا نتمنى له الرحمه والمغفره ان شاء الله. كاتب مقال هو ماذا نكتب عن عبد الناصر، وده مقال مهم جدا 12 في المصري اليوم. لما كتب المقال حصل ردود فعل كتير، لانه بدا كلامه بان هو بدا بكلام الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجوهري، بيقول فيه انه عبد الناصر كان زعيم المجد والاخطاء، كما احب قول احمد كما احب، ده هو جلال امين، كما احب قول احمد فؤاد نجم عن عبد الناصر ايضا عمل حاجات معجزه وحاجات كتير خابت. فهكذا أرى عصر عبد الناصر مليئا بالمجد والأخطاء، بأعمال رائعة كثيرة وأخرى فاشلة. وبدأ يتكلم، وبعدين رد عليه دكتور محمد محمود الإمام وقال له لأ المثقفين تمتعوا في عهد عبد الناصر بكذا وكذا، وبعدين رد عليه الأستاذ الله يرحمه صلاح عيسى وقال صلاح عيسى ده اتسجن كذا مرة في عهد عبد الناصر لكنه بيقول إن العهد كان كويس، حتى بيشيد بالعهد بانه في عهد عبد الناصر المثقفين اللي هو شاف جلال امين انهم اتعذبوا في عهده، وده حدث بالفعل للبعض وللكثير منهم، لكن هم بيقولوا انه برضه في المقال نفسه انه في عهد عبد الناصر الحياه الثقافيه شهدت مجد عظيم جدا، ما يوسف ادريس، نعمان، ده الكلام المكتوب، نعمان عاشور، الفريد فرج، وسعد الدين وهبي، وعد زي ما انت عايز كتير جدا. وفي الشعر طبعا صلاح عبد الصبور، احمد عبد المعطي حجازي، وصلاح جايين، وعد زي ما انت عايز، وفؤاد حجاج، فؤاد حداد، والموسيقى كمال الطويل، وبليغ حمدي، انا بضيف اسماء من عندي، والموجي، وحصل ازدهار كبير في الحياه الثقافيه. وشفت المسرح، دور ثروت عكاشه لا يستطيع ان ينكره احد، الوزير الهمام الله يرحمه. ففي النهايه عبد الناصر عصر فيه اخطاء وفيه حاجات كويسة. فهنا بقى انتوا كاتبين حاجات الحقيقة، يعني المقال بتاع الدكتور جلال في منتهى الأهمية، ولذلك أنا طلبت من الأستاذة هبة شلبي إنها إيه تنزل لكم المقال دوت في الصفحات اللي فيها البتاع في 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 تويتر وفي الفيسبوك، تنزل لكم المقال نفسه. الفكرة إن إحنا نتناقش مع بعض، اسمع وقول لا ده أنت كلامك ده مش مظبوط، ده كذا ده كذا، عبد الناصر عمل كذا وعبد الناصر عمل كذا وعبد الناصر عمل كذا، تقوم تلاقي ايه؟ وانا النهارده بقرا سوره ال عمران، يا رب اقدر اقول الايه الصحيحه، خليكي معايا هبه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل حاجه عملتها حلوه مولانا موجوده، وبعدين وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، إيه ويحذركم الله نفسه. بس بعد كده اقول لك والله رؤوف بالعباد، انما يحذركم الله نفسه، اللي بتعمله
موجود. على فكرة دي الآية دي موجودة بنفس المعنى في كل الديانات الموجودة في العالم من ساعة ما الديانات نشأت، والآية دي موجودة، الفكرة دي موجودة. اختلف بقى انت بقى طبيعة النار وطبيعة الجنة وطبيعة الحساب وطبيعة العقاب وطبيعة الحاجات دي، اختلف زي ما انت عايز، لكن كل الناس التي تؤمن بأن للدنيا إله تعلم أن هناك حساب، بس يختلف شكله، وأن هناك عقاب. يعني كله عارف إيه، وما عملت من سوء تود لو أن أشم من الطعس بقى، نقوم إيه ناخد بالنا، كل واحد قاعد على كرسي صغير كده ويكبر كده ويكبر كده. الرأفة بالناس، الرحمة بالناس، لأن أنت ما أنتش عارف، وتلك الأيام بتلف كده زي النحلة. شفت ولا ما شفتش؟ شفت ناس فوق وبقوا في الأرض، وناس في الأرض وبقوا فوق. في حتى حاجة قصة كده معروفة، مش عارف هي قول ولا حكاية ولا إيه، إنه أو يمكن مثل بس مش مصري، إنه يقولك لما تطلع فوق وإنت طالع ابقى عامل الناس في سكتك كويس، لأنك هتحتاج لهم وإنت نازل. ما تعملهمش بعنطزة، لأنك إنت هتنزل هتنزل. أنا مش بكلم شخص والله بعينه، أنا بكلم أي حد، ممثل، كاتب، مسؤول، بتاع أي حاجة، مهما طلع لازم ينزل، لازم. فهي دي الحياة، هي دي الحياة يعني. فالآية اللي بقولها دي ما تخصش مسلمين، لا دي تخص كل الناس في الدنيا. وبالتالي عشان كده احنا بنتكلم مع بعض ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد الكلام اللي انتوا قايلينه. هنبدا الزعيم عبد الناصر رجل خدم مصر، والكلام ده على الشاشه يا استاذه هبه ولا ايه؟ طيب، عبد الناصر رجل خدم مصر وخدم امته العربيه من الاستعمار في الجزائر واليمن، كلنا يحمل كلا يحمل هم مصر والامه العربيه، او كان يمكن قاصد. هناك اخفاقات، لكن رغم هذه سيظل زعيم عربي قومي لم يرسخ نفيه بالمال، بالمال الحرام، يعني ما خدش فلوس حرام، ما حدش قال في الحكايه دي حاجه، ما حدش قال خالص على عبد الناصر كده. الجزائر طبعا نراجع الكتابه معلش، يمكن بس الناس بتكتب بسرعه، لكن ده رأي. لا برضو حد بيقول لم يوجد زعيم من البشر لم يختلف عليه الناس، ولكن خد زاويه اهي، البسطاء والفقراء والضعفاء والمهمشين، فإحساسهم لا يكذب، البسطاء والفقراء والضعفاء المهمشين اللي مالهمش حد، فإحساسهم لا يكذب. ده يمكن بيقصد يتكلم على اللي حصل في وداع جمال عبد الناصر. الايام دي اتغيرت بوصلة اهتمامات، واصبحت مع الحريه المتاحه عبر وسائل التواصل. انا مش عارف هو يقصد ايه. طب ده بيقول الرأي اللي أنا كنت بقوله من شوية، إنه مضيعين وقتنا في حاجات. على فكرة أنا مش ضد الحكاية ديت، لكن أنا بقول لك خلي بالك إن وقتك ضايع في حاجات ملهاش لازمة. إذا كنت أنت حابب ده، يعني أنت بتشتغل طول النهار بتتعب فتحب تتفرج على حاجة أو تسلي نفسك في حكايات كده، ده حقك وتبسط زي ما أنت عايز. إنما إذا كنت ممكن نقدم لك حاجة ما توتركش ما تضايقكش، وتقدم لك حاجة، جايز تقدم لك فكرة، جايز تقدم لك حاجة، يعني ده اختيارك. ده أول مصري يحكم مصر بعد آلاف السنين. أنا على فكرة مش مرتب الكلام ده، أنا أخدته كده زي ما هم ادولي زمايلي. كانت مصر محتلة وما كانش فيه الجيش اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، الجيش الكبير العظيم، أسس للجيش المصري الوطني العظيم، وكان ذلك أهم حاجة عملها. بس برضه في سلبيات، وأي سلبيات بتتكلموا عنها هنا فهي ليست بأهمية بناء جيش مصر العظيم. تمام، سلام عليكم. انا كنت من عشاق ناصر، كان زعيم وكاريزما، وحضرت لما توفى كان عندي 6 سنوات. لما كبرت وقريت عن عبد الناصر كرهته. ليه بقى؟ عشان مراكز القوه وبدايه الفساد وهزيمه 67 وفساد مالناش دعوه بالتعبير دوت، بدايه المنديل المصري على حرب اليمن، واهم شيء جابه بعده السادات اللي عمل الانفتاح المفسد. طبعا كلامك على فكره على عيني والراس، ده حصل، وهو اللي اختار رئيس السادات. صحيح، والرئيس السادات برضو لو تحبوا نعمل عليه حاجة، لأن هو ذكرى قريبة في 6 أكتوبر، الله يرحمه ويحسن إليه، ذكرى قريبة، ممكن نتكلم، اتكلموا واتكلموا، خدوا راحتكم يعني، اتكلموا وقولوا عشان احنا نصلح لبعض. ده حد من النوبة زعلان جدا،
طبعا اهالي النوبه زعلانين من عبد الناصر لانه خد اراضيهم وهجرهم وبتاع، عندهم حق. لكن واحد تاني ممكن يقول لك لا ده احنا كنا بنعمل السد العالي وخدم الوطن وخدم البتاع، وكان قضيه كبيره جدا وقتها وكان حدث كبير جدا. فاحيانا احنا نحتاج لما نبقى عندنا ظروف ممكن ناس يعني تتحمل حاجات وناس عشان خاطر الصالح العام. انا بس هكتفي بكده عشان الوقت، ما عنديش وقت النهارده عشان انا مضطر ازيع. طبعا مش مضطر، يعني حابب جدا اني ازيع لحضراتكم الحوار اللي اجريته مع كاتبنا ومفكرنا الاقتصادي والانساني الكبير الاستاذ الدكتور جلال امين، وهو رحل يوم الخميس اللي فات ودفن ليلا، والعزاء كان امبارح، ولذلك حبينا ان احنا نذيع الحلقه النهارده. الاول كان يعني انا ما كنتش اعرف طبعا، ولا حد فينا يقدر يعرف حاجه زي كده، انه ده كان حوارنا او حوار الدكتور الاخير للتلفزيون وللراي العام. جلال امين كان انسان جميل جدا، اقروا في كتب الاقتصاد بتاعته زي ما انتم عايزين، لكن الكتاب اللي ممكن يقراه كل الناس كل الناس ويستمتعوا بيه استمتاع فائق هو علمتني الحياه. لكن الاقتصاد يقراه الناس المتخصصه والناس اللي حابه تتثقف وحابه تعرف حاجات كويسه. هو طبعا كان استاذ باهر كبير، لكن قصه حياته هو كتبها بطريقه في منتهى اللطف والجمال والاريحيه، يعني حد مرتاح وهو بيكتب ما هوش قلقان يكتب دي ولا يشيل دي ولا بتاع، كتب كده. فتعالوا بقى نشوف ايه بقى. أول حاجة عملناها في جزيرة الدهب، إحنا رحنا زيارة خاطفة سريعة، ما كانش قصدنا إن إحنا نرصد كل جزيرة الدهب، رحنا قعدنا مع شوية فلاحين طيبين وكان هذا الحوار. جزيرة الدهب وأنت طالع على المعادي تبقى على يمينك، وأنت في البحر الأعظم وداخل على الجيزة تبقى على يمينك برضو، في الوسط كده مكان في قلب الجيزة وقلب القاهرة الكبرى، لكنه يعيش في عالم آخر. طب بس نقول لكم الأول الجزيرة دي أصلها إيه وفصلها إيه. في كتاب وقف السلطان الغوري الجامع لأوقافه بيقول لك إنه حتى نهاية دولة المماليك وبداية الدولة العثمانية كان في جزيرتين طويلتان متوازيتان بينهم سيالة ماء، واحدة منهم تعرف بجزيرة الصابوني والتانية جزيرة الدهب، والاتنين جنوب منطقة الروضة، وبعدين مع الأيام اتضموا لبعض وبقوا جزيرة الدهب. الجزيرة دي مكان يعني انتوا شايفينه قدامكم حاجة تحفة، عشان كده العين عليها على طول. لكن لما تركب المعدية، هي الجزيرة كلها فيها آلاف من البشر لكن فيها أربع معديات، ومعدية العربيات، الجزيرة هنا فيها حكايات وفيها ناس عايزين يتكلموا وعايزين يقولوا إن هم خارج كل الخدمات، في حين إن هم داخل يعني مصر أو القاهرة والجيزة بشكل زي ما انتم شايفين. والطريق الدائري معدي عبر الجزيرة، لكن هتشوفوا الناس وهتشوفوا الدنيا هنا حاجة تانية خالص، ملهاش أي علاقة بالذهب ولا الفضة، يمكن ليها علاقة بمعادن أخرى. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازي الصحة؟ سيد. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك. السلام عليكم. نقعد فين؟ نقعد جنبك هنا؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. ازي الصحة؟ نتعرف بيك يا حاج. محمود عبد الهادي أحمد. من صوتك واطي ليه كده يا محمود؟ محمود عبد الهادي. أهلا وسهلا. الحاج إسماعيل محمد إسماعيل. أهلا وسهلا. حضرتك بقى خد المايك بقى الميكروفون. خالد عبد الهادي. قربوا منك. خالد عبد الهادي. حضرتك مجدي عبد المنعم، وانت مجدي؟ مجدي محمود. مجدي محمود. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هنتكلم مع الحاج بقى، هو ده كبير بتاع الدراسه. ماشي. ايوه ايوه صعبه طبعا. عندك كم سنه يا حاج؟ انا عندي 70. ما شاء الله. طول عمرك في الجزيره؟
ابا عن جد يعني كده الثامن جيل مالوش في الجزيره. انا كله فلاحي. فلاحين. ما فيش شغلانه تانية غير الفلاح. ما عندكم ارض هنا؟ ارض بسيطه مش مهم. بس ارض خالص. كلكم فلاحين. ما فيش شغلانه تانية خالص. مفيش. وايه اخبار الجزيره؟ بقول لي بقى معديات قليله، ما فيش معديات بتعدي عربيات ولا فيه؟ لا في عبرتين. عبرتين عباره عن طريق المعادي. المعادي. عند مستشفى السلام الدولي. ايوه. وعباره هنا عند المنيب. دي بتدخل عربيات. دي مش شغاله طول النهار. شغاله. والمعبرات بقى والمعاديات بتقف الساعه كام؟ دي لسه شغاله قريب. كان عندنا عواقب جامده يعني. كان عندنا عواقب جامده قوي قوي. انما دي بقى دلوقتي حاجه. ودي بتشتغل من كام لكام بقى؟ من الساعه كام للساعه كام؟ يعني مجدي معهوش مايك. 24 ساعه؟ امال ليه قالوا للساعه 2 بتسكت وبتاع؟ لا بتاع الاصابجي بس للساعه 2 عشان الطريق مقطوع وبقى عليه مشاكل فحرصا. بتاع الاصابجي؟ ايه الاصابجي؟ اللي هي بتاع المنيب. الحته اللي هي فيها تبع الاصابجي. فهو حرصا على ارواح المواطنين منعوها لحد الساعه 2 لان حته مقطوعه ما عليهاش رجل نايمه. انما المعديه بتاعت المعادي شغاله 24 ساعه. المعادي 24 ساعه. تمام. بس عندكم مشكله في الصرف الصحي. طبعا. ايوه. ما عندكوش صرف صحي. هي دي المشكله في الصرف الصحي. ولا صرف صحي خالص. هو هنا ما فيش صرف صحي. ولا بيارات. ولا ايوه. ولا ترنشات. أيوة. ولا ترنشات. الماضي هناك. طبعا صرف صحي ومدرسه. مستشفى. ولا مدرسه؟ ولا مدرسه. ولا مدرسه ابتدائي حتى؟ ولا ابتدائي. سكان المدينه قد ايه؟ الجزيره قد ايه؟ لان انا مش عارف الارقام. حوالي 85,000. 85,000. ما عندهمش ولا مدرسه. لا ولا مدرسه. ولا مستشفى. ولا مستشفى. ولا مستوصف. ولا مستوصف. في مستوصف عاملين اوض بتاعته 16. انا بالمناسبه ما عرفتوش الا امبارح والله. 16 اوضه هنا في العزليه. بس مش شغال. 16 اوضه في العزليه هنا. العزليه. 16 أوضة متجهزين متشطبين بس عاوزين دكاترة وعاوزين يعني إدارة طبية. يعني في قسم جاهز بأجهزته بكل حاجة بس مش شغال. مش أجهزة. عاوزين الدكاترة. عاوزين الدكاترة. ما أنت لما حد لا قدر الله بيتعب بيروح فين؟ بنعدي. بنعدي. بتعدوا على الجيزة. الجيزة أو المعادي. أيوه. عدي على الجيزة. الساعة 2 بقى مشكلة. 2 أو 3 واحدة بتولد. دي مشكلة برضه. ما خلاص المعديه شغاله 24 ساعه. عربيه الاسعاف بتيجي هنا بتاخد الحاله التعبانه بالمعديه. بالعباره. طب كويس. دلوقتي دلوقتي يعني من سنتين ثلاثه كانت الناس متبهدله جامد قوي قوي. يعني دلوقتي الدنيا اتحسنت شويه. العوامه اتحسنت بمجهود الاهالي. المعديه كويسه. فاكر. انما لا في ظرف صحي ولا في مدارس ولا مستشفى. ولا مستشفى. انا عامل بنين قبل بس ما فيش لا معدات ولا دكاتره ولا حد خالص. كلام بس انما اتبنت بس ما حدش ينفذ. ولا طرق. ولا طرق خالص. طرق بايظه. عاوزه. اتفضل. هو المشكله عندنا دلوقتي ان الواحده الصبح بتبقى معاها 5 6 اولاد ومعديه الشارع. لو عايز سب من ايديها الخمسه بيجروا. فدي مشكلتنا المدرسه الابتدائيه، احنا مش عايزين الا مدرسه ابتدائي. مدرسه انما في الاعدادي بيكون الاولاد نضجوا ويعدوا عادي، يعدوا لحدهم عادي. انما في الفتره الاساسيه اللي هي الابتدائيه. الواد عنده 6 عايزين. الواحد بتبقى معاه دي معاه 5 6 عيال صغير، لو عيل فلت في الشارع من ايديها العيال كلها جريت من اللي ما بتعرفش تلم العيال. فدي مشكله. احنا بنخاف طبعا على الاولاد من العربيات وانت عارف الطرق دلوقتي. صحيح انتوا يعني النتيجه النهائيه ان الصرف بيروح الميه؟ لا 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 ابيار وطلع في الزراعه. والابيار دي بتروح فين؟ بتطلعها على الزراعه. وانت مش بتطلعها على الزراعه. ها؟ بتطلعها على الزراعه للزراعه يعني حطها على السبخ. تعب حط على السبخ. يعني بتاخدوا الصرف الصحي تحطوه على الزراعه؟ ما موتش حاجه غير كده. وتقولي لا عليه. على السبخ. انتوا بتاخدوا الميه المسطره بينزل في الترنش. ايوه. لما بيترص تحت بيبقى سباخ. احنا بيبقى سباخ. نطلعه ونشغله يبقى في الزراعه بيشتغل معانا. لكن احنا عشان ننزله النيل ده احنا كده بنموت نفسينا. احنا ما بننزلش النيل. هو هنا حصل كذا مره ان هم جاوا متكلموا. ما انت ما بتنزلش النيل بس بتحطه في الزراعه. طيب ماشي. سبخ. سبخ. ما ده سبخ. سبخ. طب ما حضرتك انا عندي العجل المواظف في الزريبه وبطلعه. طب ما هو نفس ما اللي بيعمله العجل ما نفس انا بعمله. طب ما هو ايه الفرق؟ ما ده سبخ وده سبخ. انا بحط ده سبخ للارض ان هو بيفيد معايا في الارض.
في ناس بقت تيجي تقول لنا ده انتوا بترموا عاملين على اربعه البحور عاملين منزلين مواسير، ما حصلش الكلام ده. هم عايزين يلوثوا او الناس اللي جايه عايزه تلوث حاجه بس في الجزيره. الجزيره يعني هنا كلهم عايزين يلبسوكوا تهم. في ناس هنا متكاترين كتير في الجزيره مع بعضيهم، اي مصلحه يعني ماسوره المايه ديت احنا كلنا مسيحي ومسلم كنا فيها. مفيش حد واقف معانا فيها، اي مسؤول الماسوره اتكسرت صلحتوها؟ لا ده احنا نزلناها البحر عشان نشرب. جبناها البر الثاني، الجنب الثاني، البر الجنب الثاني. لا اشرح لي بالراحه بقى شويه. جبتوا ماسوره ميه؟ محمد ابو العينين. جبتوا ميه هنا؟ لا ما احنا جبناها الميه. محمد ابو العينين جاب لنا ماسوره ميه. احنا قامت بتوع الجزيره كلنا رحنا جايبين الراجل السباك، لحمنا المواسير في بعضيها، ابتدينا ان في اي حد مسؤول او اي اله جامده عشان تشد المواسير دي تنزلها. جبنا اله احنا زي فحار كده اجرناه. الاهالي الجزيره اللي اجرته كويس، والجزيره كلها وقفت، كل الجزيره شلنا المواسير دي، كنا عاملين بنادير خرسانه كبيره، وكل فين 10 رجاله شايلين بندوره وننزل مع ال. وعملت مواسير معاهم؟ عملنا مواسير ودخلتوها البيوت كلها. ودخلنا المواسير البيوت داخل بوجود زدايق. في محطه هنا. المحطه دي. طبعا في الجزيره عندنا هنا في ناس كتير يعني قول الربع حلو ومبسوط والثلاث ارباع تعبان. بس البلد كلها من البلد كده. الربع في ربع. الربع وثلاث ارباع ضاربين. طب النهارده انا مش هحمل على الربع السليم، هيقول لك انا ماليش دعوه. بتيجي على راجل غلبان، طيب انا معايا خد اللي معايا خد اهو. طب الربع كويس هنا في الجزيره متعاون معاك ولا لا؟ لازم يكون متعاون معانا ويقوم معانا بالمشكله ويجري معاك. ولو انت في مشكله يقف معاك فيها. ولو انت مثلا في اي مشاكل في الجزيره تلاقيه واقف معاك، سواء مسيحي سواء مسلم، يقف معاك ويعينك. ويقول لك انت ايه اللي تعالى. وقت الارض اللي انتوا قاعدين عليها دي في ما مش متسجله خالص، مش كده حاج؟ لا ازاي يعني الارض دي متسجله. اول حاجه فيها طرح كتير، هي فيها شويه طرح نهر، طرح ولا مسجلين بتدفع ايجارهم، بتدفع ايجارهم للاملاك. وفيها شويه اصلاح زراعي، واخد بال حضرتك؟ كنا اشترينا من ايام عبد الناصر. مظبوط، اشترينا واخد بالك يا عبد الناصر مهمسك، واخد بالك ادينا الارض تمليك، واخد بالك على معاك وعود وكل حاجه، وعود وكله كل حاجه معانا ومسجله وكل حاجه، كل اراضي الجزيره. ولا فيها ارض ملك خاص، وفيها ارض اصلاح زراعي. انت معاك ميكروفون. وفي ارض اصلاح زراعي، ارض ملك خاص، وارض مش هنعمل اصلاح زراعي. لو نزع الملكيه بتاعتها نزع ارواحنا. هو انت امشي في الجزيره كلها، الجزيره كلها تقول لك ايه؟ احنا رجل واحد، احنا نطلع من الجزيره. ازاي رجل واحد بقى؟ قول يا حاج، قول انت معاك ميكروفون. قول احنا يعني انتوا عندكم مجلس؟ ايوه، بيحل المشاكل، بيظبط الامور. والله الناس الكبار هنا بيقعدوا مع بعض، انا بدل انا بسال بيحلوا الامور مع بعض. يعني بتحصل مشكله في حته بيتحل على طول هنا، يعني زي ما بنوصلش الاسام. احنا ما عندكوش نقطه اصلا. لا احنا لو عايزين نوصل اسم الجيزه بس ما بنوصلش الاسام، بتخلص يعني اي حاجه بنقعد وبنحل، بتوصل على طول. اسماعيل من عيل، انا من عيل، اما مثلا تحصل مشكله عيد عم الحاج اسماعيل راجل كبير مع مثلا والدي، يتقابلوا مع بعضيهم. عيب ايه؟ عيب لا في ان هو يترفع عليه ولا يرجع ولا الكلام ده ولا يشتم ولا الكلام ده كله. احنا هنا قلنا نتعاون في موضوع، مثلا جابوا لنا هنا مولد كهرباء كبير، قلنا نتعاون فيه. نتعاون في مولد الكهرباء الكبير، حتى انا عم محمود كان موجود معانا. مولد كهرباء ليه؟ انتوا ما عندكوش كهرباء؟ عندنا كهرباء، عايزين ندعم الكهرباء، عايزين تقووها. قلنا طب ناخد عند دوت مثلا، طبعا هنا الحكومه عايزه حته ارض تعتبر تقول لك دي بتاعتنا احنا. طب ما احنا عندنا الكوبري الدائري من اوله لاخره مفيش حاجه تحتيه، تعال اعمل مولد تحت الدائري. هو يعني ما عايزين بقى، عشان انت عايز مولد ناخد حته ارض. ناخد حته ارض. طب انا اديك حته ارض، طيب ازاي؟ اما انا باكل من حته الارض دي اديك منها، ادالك ازاي؟ طب ما انت عندك تحت الكوبري زي ما انت عامل بره، اعمل لي هنا. ما في مولدات كتير تحت الكباري. اعمل لي الكوبري، اعمل لي المولد وغزيني. ان الجزيره ديت احنا يعني كلمه الجزيره ديت هي كلمة جزيرة، لكن احنا كده دي حوالي 6-7 جزر في بعض. انت عشان تمشي على رجلك هتتعب. ماسكة من اول المعادي. بيقولوا 1000 فدان ولا اكتر؟ اكتر من 1000 فدان. اكتر. واحنا كأهالي جزيرة لمينا من بعض واشترينا نص فدان ارض عشان نعمله مدرسة، واحنا دفعنا ثمنه. وتوجهنا للسيد النائب منتصر رياض ان هو يجيب لنا موافقة من وزارة التربية والتعليم. لا احنا اللي هنبنيه. بس يجيبوا مدرسين وتبقى بس هم يجيبوا لنا موافقه ان ينزلنا مدرسين ويدرسوا الاطفال عندنا. ايه اللي حصل؟ رفضوا.
يبقى منين رفضت؟ رفضوا ليه؟ معرفش بقى، انت رفضت دلوقتي ما احنا اشترينا الارض بفلوسنا وهنبنيها بعرقنا كلنا، واحنا عايزين بس موافقه ان يخش لنا مهندسين. لما قال لك لا تبع الوزاره، قال لك محميه طبيعيه ممنوع فيها المشاريع. طب النهارده يبقى فيها مشاريع زي. مش عارف، انا مش عارف. المدرسه مشروع، ما احنا قلنا كده. قال لك لا ممنوع اي خدمات لك زي المايه والكهرباء والحاجات دي كلها. قالوا لنا كده، قالوا ان ممنوع اي خدمات لك زيت الدهب. بالمناسبه يا استاذ محمود، احنا لمينا فلوس من بعض عشان نشتري حته الارض ديت، ولقينا الدنيا بتتقفل يعني، فراحوا موزعين فلوس تاني على اصحابها. اه والله هذا حصل فعلا. بتتقفل يعني ايه؟ بس يعني مفيش موافقات، مفيش موافقات للمدرسه. لا في مشاكل، مفيش موافقات، مفيش موافقات للمدرسه خالص، ما جاتش اي موافقات، ولمينا فلوس من بعض. ما عندكوش اي تفسير للحكايه؟ الله، هي في يوم ليله التشكيله بعد ما لمينا فلوس. ليه مش عايزين يعملوا لكم مدرسه؟ الله اعلم، مش عارفين. الله اعلم، الله اعلم. احنا عاوزين مدرسه ومستشفى وصرف صحي، واهم حاجه الصرف الصحي. انا عندي اهم حاجه الصرف الصحي والمدرسه والمستشفى، دول اهم حاجه عندنا. اهم حاجه والله من المدرسه، واهم حاجه انتوا بقى الصرف الصحي هيضايقهم، وهم مش هيعرفوا يعملوا لنا المدرسه. لو الصرف الصحي هيضايق وهم مش عارفين. ده اهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه. ده هو عندنا هنا المشكله، هم عندنا، هم بيقولوا المشكله بتاعتنا البحر. احنا يا عم مش عايزين صرف صحه، خلينا في الطرنشات بتاعتنا، يعملوا لنا المدرسه، يعملوا لنا حته مستشفى صغيره. ده بيقول لك معموله الاوض ومجهزه. ما هو المشكله ما عنديش حد. ما انا راجل فلاح، وانا اللي اخش اكشف على فلاح زيي. ما انا فلاح، انا عندي الاوض، انا وانا بايدي ايه عشان اعمله؟ ما انا مش مسؤول يا استاذ محمود. هو كل المطلوب ان احنا هنا كل حاجه احنا اهل الجزيره ممكن نعملها، بس احنا بنعمل كل شيء وبنيجي عند الموافقات بتترفض من الدوله. الكهرباء عندنا والميه عندنا، هل لو حصل في الامور ومن لا قدر الله هياخدوا الجزيره؟ الكهرباء دي مش موجوده، مش الكهرباء دي من الدوله والميه دي من الدوله؟ طب المدرسه بردك، ما احنا عايزين بردك المدرسه دي اساسيات. هل لو اتاخدت اي منطقه بتتاخد زي خل العقارب او غيره او غيره، مش دي كان فيها مدارس وميه ونور وناس؟ ما حدش احترق. طب احنا بنتكلم في الوقت الحالي ان الاطفال اللي بتعدي دي هو الخطوره عليها بس، والمستشفى اساسيات، والمستشفى في دي خدمات اساسيات. احنا بنعدي بالحاله الساعه 2 و3 بنبقى بنجري مش عارفين نجري نروح فين ونيجي منين. فدي برضك حاجه، وحاجات كلها بسيطه وامور بسيطه، بس الموافقات بتقف من فوق. بس انتوا مش عارفين اي تفسير للحكايه دي. احنا كل حاجه بنعملها مجهود ذاتي وموافقين، بس هم يجيبوا لنا موافقات تبقى رسمي بعد كده. انت عايش في الجزيره طول عمرك؟ الجزيرة دايما ما عندهاش خدمات، ما عندهاش خدمات دايما طول عمرها كده، ما عندهاش خدمات. يعني مفيش فترة من فترات كانت الأحوال كويسة؟ لا مفيش خالص، مفيش خالص. وطلبنا من السادة المسؤولين قبل كده 20,000 مرة، مفيش أي حاجة استجابت أبدا. ونطلب من السادة المسؤولين يعني ينظروا لنا بنظرة ترضي ربنا وترضي الله ورسوله. يعني احنا ناس برضه، احنا مصريين، مش احنا لا من دولة، احنا مصريين وأبا عن جدا عن جدا عن جدا، واخد بالك يعني ناس مصريين. حاجه غريبه قوي ان انتوا قدامكم عمارات فخمه جدا هنا وهنا وهنا وهنا، وانتوا في وسط النيل والارض عندكم غاليه. بيقول الارض بكام؟ ب 200 ولا 300,000 ولا ايه؟ ما عنديش فكره، ما بتقولوش حاجه. بنسمع كلام. ها؟ بنسمع كلام. ايوه، سعر الايراد عندكم كام؟ ما هو الارض بقى لنا اكتر من سنتين كانت الناس بتبيع في الاول، دلوقتي بطلت الناس تبيع، مفيش حد بينزل يشتري. ينزل يشتري ليه؟ هو اللي جاي كله زراعه، عشان احنا ما عندناش مباني اصلا. ممنوع. ممنوع المباني عندنا. هو اللي جاي عايز يبني ويقعد. طب هتبني؟ لا، الحكومه تعارضك مش هتبني. هو مفيش حاجه بتتبني استثناءات كده ولا حاجه؟ لا، ما انت عشان تبني استثنائي الحكومه بتيجي تاخدك وفي مشكله ثانيه. اما تيجي تبني ثاني يا عالم، هتيجي هتبني امتى؟ هتكون زهقت ومشيت. الاماكن اللي زي دي المفروض انها بتدي خضار للمحافظه وكل. اول حاجه في تسمين كويس، تسمين عجول. تاني حاجه البان، الالبان تطلع على طول الصبح خلاص. تاني حاجه البان. تالت حاجه قمح كويس. رابع حاجه قوطه، خيار، هو ده المطلوب، فاصوليا، ذره، جراول البهايم كده يعني. طب ده ما يجيب فلوس كويس. جرجير، فجل، انت واخد بالك؟ ده كله بيطلع بره. احنا يومين احنا يومين هنا في الجزيره، لا يعني اللبن بس بتاع حوالي 10,000 كيلو لبن من الجزيره من هنا.
حوالي 10,000 كيلو كل يوم. طب ليه بقى الناس تعبانه بقى؟ مش طالعه من كل البيوت ديت ولا ايه؟ طيب ماشي انا ما هو النسبه كتير. فين الناس؟ ما الناس كتير. النهارده انا عشان مثلا انا خليني انا بسيط، وعم مثلا عم محمود مثلا ايده طايله شويه، ما مش هبص على اللي في ايد عم محمود، همشي على اللي في ايدي. اه طبعا همشي على اللي في ايدي، انا مع ربنا رزقه ب 10 كيلو لبن، انا ربنا رزقني باثنين ابص ل 10 كيلو. وبعدين نسبه اللبن قلت شويه، قلت يعني قلت بتاع التلت، عشان الاكل غلي. الاكل غلي، الاكل ولع بقى. الناس ما حتى بالنسبه للحوم ابتدت الناس تقل شويه بردك عشان الاكل. يعني اللي كان مؤاخذه عنده مثلا 5 عجول بقى عنده عجله او 2، مش قادر ياكلهم، مش قادر ياكلهم في الاول. اللبن ما بيجيبش. يعني يعني كميه اللبن اللي بيطلعها ما تديلوش انه يجيب الجول. ما تجازيش ليه؟ عشان الاكل، كل على عشان الاكل. يعني مثلا اللي كان عنده 5 جاموسات بقى عنده جاموسه او 2، من ايه؟ من اكل، اكل مرتفع بطريقه رهيبه. اكل بيتكلم على اكل بهايم طبعا. اكل بهايم مرتفع مرتفع. يعني عمليه التسمين بتقل مش بتزيد. ايوه بتقل، بتقل طبعا، في حين البلد محتاجه، الناس بتكتر وعايزين لبن اكتر. بالظبط كده، ونفس الطريقه اللبن. نفس الطريقه اللبن، الاكل، الاكل نار نار نار. يعني 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 لو انت رحت اشتريت جاموسه او هوين عن الاكل، لما تجيبه جاهز احلى ما تعلف يعني. يعني هو تجيبه كبير احسن. ينزلك يعني لما تجيب عجل مثلا صغير هتقعد تصرف عليه طول ال لغايه ما يجيبه يجيبه 7-8 اشهر 10 اشهر. وفي خدمه وراه، عامل واثنين، ومصاريف رهيبه. بس هو عندكم التعليم هنا منخفض؟ في لا، في نسبه تعليم حلوه في الجزيره. يعني عندنا الدكاتره وعندنا المهندسين وعندنا المحاسبين. يعني في كل وعايشين في الجزيره. عايشين في الجزيره عادي. يعني بيشتغلوا ويرجعوا. انت تعرف طبعا انت عارف المحاسب هياخد كام؟ 2000 جنيه مثلا كل شهر. على ما بيتجوز يا دوبك بيبقى شايل نفسه بالعافيه وبيبقى عايز. لو ما كانش الولد يعني الحاج ما يساعدش ابنه بردك ما يعرفش يمشي. لسه بتساعد ولادك. امال ايه؟ ما حدش يقدر يسيب اولاده في الوقت الحالي. عندنا واحد هنا في الجزيره معاه يمكن هو اقتصاد اقتصاد وسياسه. او اقتصاد وسياسه ماشي اي حاجه. تمام؟ معلش ما فيش، وصل هيوصل للوظيفه ما لقاش الوظيفه. قعد بقى ياكل بقى مزين. عايز ايه؟ ده كان شاطر. ده عايز واسطه جامده عشان توصله بقى للي هو فيه. قالوا له لا ده انت خليك جنب ابوك بقى، اكل الباقي. وقعد زينا واكل الباقي. بقى له اكتر من 15 سنه متخرج. 15 سنه؟ والله. قعد هنا في الجزيره واكل وشارب وزي الفل. هو نفسيته نفسيته مرتاحه ان قاعد، لان الجزيره ما فيهاش المشاكل بتاع الجزيره. هنا كبيرها قوي مدرسه، هو بيكلمك على صرف صحي. بس هنا المشاكل بتاع الجزيره تلاقي المشاكلها محلوله، ما فيهاش اي مشكله. اي حد بينزل غريب عليها كلنا عارفين. طب الجواز عندكم بيتم ازاي؟ مختلف عن القاهره والجيزه؟ الجواز ده خراب بيوت. يعني لو انت مثلا ابنك عايز يتجوز بنت الحاج، ايه الاجراءات؟ ايه بيبقى بيحصل كتب كتاب وبنعزم الناس. يا راجل انت بكلمك كتب كتاب. قد ايه دلوقتي؟ هو هنا لما واحد يتقدم لبنت واحد هنا بيعمل ايه؟ بنشوف الجماعه الكبار وبنروح نتقدم لل يا عم. عايزين تفاصيل ماديه. التفاصيل الماديه. انت رايح تطلب ايد بنته او ابنه رايح يطلب ايد بنتك. بيطلب من الولد ايه والعروسه ايه؟ احنا بنشوف هو ايه طلباته ايه بالنسبه له. هو عنده إيه؟ يعني النص على إيه؟ النص. مين اللي هيشيل؟ مين اللي هيجيب ايه النص بقى؟ يعني العروسه هنا بتجي حضرتك. العريس عندنا هو اللي بيجيب الخشب ويجهز شقته. وابو العروسه هو بيجيب الخشب ويجيب الشقه. بيجيب لها كل الحاجات الكهربائيه. ابو العروسه ده عكسنا، يجيب هو كل الحاجات الكهربائيه. اما عندنا هنا العريس اللي بيجهز شقته من الخشب للقمر. طيب عايزين نعرف بقى ايه المعتاد المتوسط العروسه بتتجوز باوضه نوم واوضه بتتكتف القايم. كل ده بيتكتف القايم. انت عارف في ارياف يقول لك لازم تجيب غسالتين وطبقين. لا لا ما بتمسكش بكده قوي. ما بتمسكش بالامور دي. كل واحد وظروفها. ما بعرفش الكلام ده. ما بنتمسكش احنا بالامور دي عشان كلنا ايه؟ نعتبر اهل. يعني بيت واحد. يعني يجيبوا اوضه نوم واوضه قعد كده. يجيبوا خد بالك اهم حاجه دي بنت ناس ومعروفه واخويا. اهم حاجه ان هي تبقى من المهر. ايه بقى؟ مفيش مهر؟ لا مفيش مهر. مفيش مهر. لا هو زي القايمه ما بتتكتف في اي حته كده مؤخر الصلاه. والحاجه بتاعتها بتتكتف في القايمه. الشبكه. الشبكه على حسب بقى على حسب الاتفاق.
ممكن واحد بيجيب ب 20,000، ممكن واحد بيجيب ب 100,000 على حسب. ده حسب بقى، بس ما فيش ب 100,000 واحد يعني 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 ما حصلتش. واحد يقدر يجيب ب 20، واحد يقدر يجيب ب 100، ما نقدرش احنا في دي بقى، ده حسب الاتفاق. اه يعني ما فيش ضغط في الجواز. ما انت بتقول خرب بيت، وفي ناس ما بتجيبش خالص، وفي ناس ما بتجيبش خالص يا استاذ محمود، في ناس ما بتجيبش الدهب خالص، هي الدهب بس احسن. بس يعني شوف ال اتجوزت كام عيل من ولادك؟ اتجوز 4. طب الله اكبر، ما شاء الله على النبي. اه كويس. اه اتجوز 4 ولسه بنجهز في الاخيره بقى. واحد السلام. وسطك مقطوم يعني؟ تمام. وسطك مقطوم؟ تمام. مقطوم مقطوم، ربنا يديكوا الصحه. اه يعني غساله وبوتاجاز وثلاجه وشاشه شاشه مش فريزر. ده حاجه بيقول تلفزيون شاشه وفريزر. يعني دي فريزر. اه دي فريزر اللي هو عامل زي الثلاجه. ده غير الثلاجه. اه غير الثلاجه. شوف ده ب 40,000 جنيه بس دول. ده غير بقى القطن وغير ال الاطباق بقى والمعالق وما ادراك بالشوك والكوبايات. ده موال. انت بتجهزه جامد اهو. اه والله. طب والعروسة تجيب دي فريزر تعمل بيه ايه؟ ها؟ هو اللي ماشي دلوقتي كده. تحط فيها تحط فيها تحط فيها جزء. هو حد عنده لحمة ولا فراخ؟ كل ياخدوا العيش يحطوا فيها العيش. اه اه فيها العيش والمية يعني في لحوم في اسماك في حاجات بدل ما تبوظ تحطها فيه. ما انا على راي استاذ محمود. هو في لحم يقول لك ايه؟ كان زمان احنا بنجيب فريزر كنا بنجيب الفراخ مثلا بال 20 فرخة نخزنها طول الشهر وكده. دلوقتي اصلا لو جبت فرختين يبقى قصة. يبقى عدل وفضل. حلو قوي عدل وفضل. الحمد لله. طيب نهارك ابيض زي الفل ان شاء الله. ناس طيبين وجمال وحلوين. الحكايه دي عايزه لازم تتغير. يعني انا بخاطب الناس هنا، مش بخاطب اي حد يعني في مقعد مسؤول او حاجه. يعني انا فاكر لما اتجوزت وانا كنت صحفي ومرات صحفيه وابوها مستشار كبير وبتاع، واتجوزنا بتلفزيون 14 بوصه قد كده، كان فاكر لونه كان اصفر، كان قد كده بالظبط. واستلفت السفره بتاعت امي لمده 6 أشهر وبعدين رجعت لها تاني عشان يعني نفرح بالجواز وحاجات زي كده. فيعني خف شويه يعني، وتجيب في ديب فريزر طويل عريض ب 20 وب 30 عشان تعطي فيه عيش. طب ما نخبز كل 15 يوم كل 10 ايام يعني برضه لازم نخف على بعضنا شويه. لكن انت سمعتوا الاخوه من اهالي جزيره الذهب عندهم حلم يعني في الصرف الصحي. ما اعرفش ازاي الحكايه دي تتعمل، ازاي نلتفت للحكايه ديت. هم الناس تبرعوا وعملوا طريق بالقوه بالعافيه كده، لان زمان انا لما رحت جزيره الذهب في التسعينات مع عمنا يوسف شاهين الله يرحمه، ما كانش ممكن تمشي فيها عربيه خالص. الشوارع قد كده قد كده قد كده قد كده. هم وسعوا والعربيه بتاعتنا دخلت، لانه حصل بعد كده تطور ان بقى في معديه بتنقل العربيات، فالناس عملوا حاجات كويسه. فيا رب يكون في حد يقدر يساعد الناس دول، يعني عضو مجلس الشعب يشوف لهم حاجه بتاع يعني. وبعدين في سلم، السلم ده مجنني، في سلم في الكوبري يطلعوا. على فكره انا سالت الدائري ده لان انا ما مشيتش عليه بصراحه، ليه رصيف؟ قالوا اه ليه رصيف، يعني اذا هم مش هيطلعوا على الكوبري مباشره، في رصيف. وفي حاجه انا نسيت اقولها ولا اتكلم في الاول، ان وانا ماشي مره كان عندي حد في البيت فقال لي خدني معاك نزل لي عند سلم المهندس، سلم السودان باين ولا مش عارف، قلت له ايه سلم بالسودان ده؟ اتريهم هم عاملين الناس مع الميكروباصات محطات بالسلم، يعني يقول لك سلم مش عارف بتاع اسمه ايه وسلم المهندسين، عند السلم ده في محطه للميكروباص. طبعا ده ما ينفعش يعني، دوت بيلخبط المرور. لكن الناس عملته ومستقر انه يقول له سلم كذا، ما يجي لك الميكروباص سلم كذا سلم كذا سلم كذا. هل هنيجي في يوم من الايام نقول سلم الجزيره؟ يعني يعني يا رب يا رب يكون في حد يقدر يساعد الناس دول، لانه دول يعني عشان انت ما فيش الفقر في الوطن ايه؟ يعني الفقر في الوطن انت عارف الاجابه ولا مش عارفها؟ غربه
غربة يعني، ومع ذلك هم حابين جدا حياتهم وحابين بلدهم، وزي ما انت شايف ابتسامتهم ما بتروحش واحنا بنسجل، وسجلنا مع ناس تانيين ان شاء الله هناخد بقى الجزء التاني مع ناس اكتر من ناس يعني، سجلت انا معاهم وسجلت سلمى زميلتي وعملنا حاجات ان شاء الله يوم الجمعة الجاية او يوم السبت هنذيع الجزء التاني. لكن حصل بقى واحنا هناك او قبل ما نروح قالوا لنا في البرنس، ايه حكاية البرنس دي؟ نتكلم فيها بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الكلام اللي كنت بقوله لحضراتكم عن ان احنا نتجادل او نتناقش، عشان الاختلاف شيء كويس، ان احنا نختلف في حاجات ونناقشها مع بعض، ومش الخلاف مش حلو، لما الاختلاف ده مطلوب جدا. مجتمعات لا ترتقي ولا تتطور ولا بتاع الا لما الواحد يختلف. مش معنى انك تختلف مجرد الاختلاف، لا، انت عندك وجهة نظر وعندي وجهة نظر. فلقيت في اظن انها يعني فتاة يعني او سيدة كاتبة في مقعدي القانط، مش عارف انت قاعد ليه في مقعد قانط مالك، اسمها رباب، بتقول انه انا في البرنامج قلت إرادة حظ ولا فدان شطارة، وتناقشنا في الحكاية دي شرحها لنا الدكتور شريف عرفت. لكن هي متطوعة عملت اللي احنا بنحلم بيه. ايه؟ قالت لهم يا جماعة عايزين نعرف انتوا اخباركم رأيكم ايه في الحكاية دي؟ لو اتعرض عليكم الاتنين، يعني محمدين او حسنين او بوتجازين زي ما انتوا عايزين، اتعرض عليكم حاجتين اتنين، يا إرادة حظ يا فدان شطارة، ايه تختار ايه؟ فطلعت النتيجة 60% اختاروا إرادة الحظ، حسب ما هي طلعت النتيجة العزيزة رباب اللي قاعدة في مقعد القانط. نفسي اعرف انت ليه قاعدة في مقعد قانط يا رباب، يا ريتك تقول لنا والنبي. ده سؤال يعني مش شخصي، سؤال يعني عام، ليه اخترتي يعني هذا الصفة او هذه الصفة عشان تحطيها؟ 60% اختاروا إرادة حظ و40% اختاروا فدان شطارة. طيب انا عايزك بقى يا رباب تسألي سؤال تاني، ليه الناس اختارت الحظ عن الشطارة؟ ليه؟ ده برضه يبقى سؤال تاني. تصوروا ان احنا قعدنا نتكلم مع بعض كده، والله ما في اروع من كده ممكن نقدمه لكم على الشاشة، ان الناس تقعد تتكلم وتروح وتيجي واحنا نساندهم واحنا نتكلم معاهم ونقول ونتكلم ونجيب الضيف اللي انتوا عايزينه في القضية الفلانية، اذا كانت ظروفه تسمح، احنا ما نقدرش نفرض على حد يجي لنا، اذا كانت ظروفه تسمح ووقته يتسع يجي ويناقش الموضوع الضيف اللي انتوا عايزينه. يعني بننقل تاني مرات هفضل اقول البرنامج ده بتاعكم انتوا، بتاع الناس كلها، تتكلم فيه زي ما عايزة. يعني دي مسألة اتمنى انها تحصل، بتحصل هي بالتدريج. يعني لما رباب عملت دعوه زي كده جالها ردود افعال، ولما قلنا عبد الناصر رايحين وجايين، عندك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنبقى في بدايات اكتوبر و6 اكتوبر الانتصار العظيم، وفي نفس الوقت هو يوم استشهاد الرئيس السادات، عايزين تتكلموا عن الرئيس السادات، نتكلم مع الناس معه وناس ضد وناس شايفه حاجات وناس عامله حاجات، والله الحاجات دي هي اللي بتعمل الدماغ الحلوه، مش السيجاره اياها، الحاجات دي اللي بتعمل الدماغ اللي تقعد تفكر ناس راحت وناس جت وعملت، طب يا ترى لما عملت كده حصل ايه، ولما عملت كده حصل ايه، والواحد يصح يعمل ايه ويصح يتعامل ازاي. اذا كنت مش هتاخد بالك من كل تفصيله في الحياه صغيره حلوه ووحشه، هتبقى انت محتار مش عارف تعمل ايه. انما كل ما بتقرب كل ما يعني بتلاقي الحياه بتبقى اسهل وبتبقى اطعم. اما بقى واحنا بقى احنا نعرف ايه؟ ان في برنس نعرفه احمد مظهر في فيلم الايدي الناعمه، وفي برنس نحبه جدا اللي هو عادل ادهم، ده صاحب لقب البرنس في السينما. وبعدين بقى البرنس اللي بعد عادل ادهم ربنا يديله الصحه الجميل حسين فهمي، ده بقى البرنس دلوقتي كلنا نقول له يا برنس محبه فيه، لان هو مش مسألة ان هو يعني ابوه كان باشا وبتاع، مش دي القضية، هو محب الحياة مقبل طول ما ماشي يضحك ويعني ينشر البهجة في المكان اللي هو فيه.
فقالوا لنا بقى في برنس من ايام المماليك من سلالة المماليك موجود في الجزيرة. طب ودي تفوتنا؟ لا. فلقينا البرنس نجيب حسن او حسن نجيب، لانه ابوه جده اسمه حسن عبد الله. هيحكي لكم بقى حكايات لطيفة جدا. احنا مش بنعمل حاجة فيها اي هدف خالص، غير ان احنا لقينا شخصية غريبة جدا عدلت لي انا شخصيا مفهوم. عدلت لي انا شخصيا مفهوم كنت بقوله كتير جدا ولسه قايله في حلقة قريب. الراجل ده عدل لي مفهوم وانا داخل على 65 سنة. عدل لي حاجة صغيرة هقولها لكم بعد ما تشوفوا اللقاء مع البرنس نجيب. نحن في جزيرة الذهب، العمارات الفخمة دي عمارات المعادي، والمية تعدي وتطلع هنا على السلم تخش على الباب دوت. خلف هذا الباب في عمك جعفر، وجنبه في برنس من المماليك. صدق او لا تصدق عمك جعفر اهو. هات الكاميرا. وده البرنس. اهلا وسهلا. اخر عناصر المماليك الموجوده او سلاله المماليك الموجوده في مصر. اهلا يا برنس. اهلا وسهلا. نورتونا. ازيك يا برنس؟ الحمد لله. اتفضل اتفضل مدام. خواجه بس مصري. يعني هو عاش في فرنسا وفي سويسرا وهيحكي لنا الحكايه. ايه رايك؟ الحقيقه انا اول مره اقابل برنس. هو من سلاله المماليك. والدك هو عبد الله بن نجيب الله يرحمه، كان بيقولوا عليه برنس عبد الله بن نجيب. وجدك حسن عبد الله بشركس. ده كان شريك المنشاوي في اول مصنع زجاج في مصر. دي كلها اسماء معروفه هنعرفها في التاريخ اهو. وبعدين انت اتولدت فين يا برنس؟ انا اتولدت هنا في الجيزه. في الجيزه فين بقى؟ في الجيزه كان عندنا بيت على في الجيزه على البحر. قصر يعني بيت؟ لا لازم يكون قصر صغير كده حوالي مثلا 30 40 فدان. وبعد كده والدتي فرنسيه. واحنا هاجرنا في ايام الستينات والحاجات دول. انا اتربيت في فرنسا وفي سويسرا وفي فرنسا وقعدت هناك. يعني انت سافرت وانت عندك كم سنه؟ كنت عندي حوالي 10 سنين. عشان كده اللي بتقول عليها خواجه مصري، انا احب اقول مصري مع شويه خواجه. طيب لما سافرتوا خدتوا معاكم يعني بعتوا ممتلكاتكم؟ لا لا ما بعناش. ما عملتوش حاجه؟ ما بعتوش حاجه. بعنا اللي فاضل شويه. ليه؟ ابويا الحمد لله كان راجل كريم جدا وساخي جدا. برنس برنس. طول حياته كان عايش، كان عنده خيل، اسطبلات خيل بره، فصرف كتير. صرف كتير. كل ما عايز فلوس بيعه. بيع حته حاجه، بيع حته ارض، حته بيت، على نظام زمان. وحتى في الاخر بيضحك بيقول لاصحابه اللي تأمموا دخلوا في الحراسة، بيقول لهم اهو طول حياتكم وانتوا عبد الله راحت حاجتك. على مهلك. المهم انا اللي سبته لناصر 600 فدان بس. بس او التانيين سابوا ثرواتهم كلهم. صحيح. المهم بس فعشنا تربينا برا. كان طبعا لما كبرت شوية زي اي شاب له نوستالجيا بالماضي. في ايه كنا مين؟ كفاية ان اسمك ما حدش يعرف ينطقه مظبوط في المدرسة. في الوقت ده في سويسرا كان في ناس كتار من ارستوكراسية مصر او من امراء مصر راحوا هناك. طبعا بيجوا يشربوا الشاي عند والدتي، بسمع ده وده. حبيت اقول ايه دي البلد دي وكذا. طول مصر تشوف كتاب عن مصر تلاقي نفسك على طول مع ابو الهول والهرم. ما تعرفش الايه التاريخ الحديث. فكنت بسال، كل ما نسال جالي نوستالجيا. وشويه شويه لما كبرت وبقيت طالب ابتديت بقى اشتري واجمع حاجات عن تاريخ مصر. وشويه شويه بقت ايه عشقت التاريخ وكذا وكذا لغايه الاخر. والدك كان جه مصر، عايش في مصر. وانت عايش مع والدتك في باريس. في باريس. بس ما بتجيش انت؟ لا لا، هو بيجي لكم زيارات. خالص خالص. كان لديه عمل بقى في مصر ولا ما بيشتغلش؟ كان برنس. ما بعملش زي احمد مظهر كده في فيلم. شفت الفيلم بتاع احمد مظهر؟ ما انا جناني، هاتولي المقص خليني.
قابل البرنس هنا في جزيرة الذهب. البرنس كان مسافر والحقيقة مشكورا أجل سفره عشان يقابلنا، رغم إن هو ما عرفنيش خالص. ما عرفنيش خالص. بس دخل كده سهل قال لهم مين ده كده، يعني الحمد لله ربنا سهل، قال له كلمتين كويسين ومشي الحال. فانا قاعد مؤدب عشان انا اول مره اقعد مع برنس. الله يبارك لك. والقصر ده والحكايه لطيفه جدا جدا. يعني هو البرنس قال لنا من لحظات ان هو عاش قد ايه بقى في سويسرا. انت عايز تعرف سيدني ولا ايه يا محمود؟ لا لا لا، بس انت قلت خلاص. كنت عمري يعني زي ما سبت مصر كنت 10 سنين في سويسرا وفي فرنسا. عشت في لندن، تعلمت هناك كل حاجه هناك، حياتي كلها بره. رجعت مصر من حوالي نقول في الثمانينات، بس كنت ساكن في الزمالك في الوقت ده. وبعد كده جيت هنا اشتريت ارض، ساكن في شقه عاديه، بيت يعني عادي، يعني كنت ساكن عادي، بيت الحمد لله حلو قوي في 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 الزمالك. انا دايما بعشق الفن. ايه اللي خلاك فكرت تعمل اللي انت عملته ده؟ شوف يا سيدي، الحقيقه ده حلم اتنفس. حلم اتنفس. حلمت وانت بره؟ لا لا، يعني خيال، خيال، عايز حاجه، حلم عايز نفسه. كل واحد حياته عنده حلم يعمل حاجه، يعمل مستقبله وكذا. انا كنت عايز اعمل بيت كبير، قصر على الطراز المصري اللي هو الطراز المماليكي. في الحلم ده برضو كان له اساس في علم في التاريخ، اساس ان انا بعرف التاريخ بتاعنا وبتاع عيلتنا وبتاع مصر، اساس اني بحب بعشق الاثار والديكور وكذا وكذا. فعملته بهذا على هذا الفكره، نفذتها، ربنا كرمني ان نفذتها بالصبر 25 سنه شويه شويه. قعدت تبني ده 25 سنه؟ 25 سنه. طب ايه اللي خلى الحلم ده نما جواك وانت عايش بره؟ يعني المجتمع تاني ودنيا تانية. متهيالي ان ده زي اي واحد بيسيب يهاجر من بلده، له جواه حاجه ناقصاه. والحاجه اللي ناقصاه دي على حسب الاشخاص. في واحد ممكن حاجه ناقصاه يقول لي اه نفسي اكل ملوخيه مثلا، وفي واحد عايز ايه يقول هاتولي بروجرام محمود بيه اتفرج. الله يخليك، الله يخليك. كويس. فده بقى الحلم جيب بقى جه. وطبعا في بالنسبه للتاريخ بتاعنا احنا خاص بيت عبد الله حسن الشركسي، كنت عندي فكره اني اجدد المجد. انت اللي اشتريت الارض دي؟ انت اشتريتها؟ انا اشتريتها. هل دي فلوسك الشخصيه؟ فلوسك الشخصيه اللي جبتها معايا من حياتي. انا لما سبت فرنسا واوروبا. انت كنت عندك شغل في فرنسا؟ كنت عندي، مش بس فرنسا، في امريكا، في انا كنت بشتغل في وقت من الاحيان في بورصه البترول في نيويورك وكذا. فطبعا المكسب ان مش بس بتعمل، فجبت فلوسك وجيت عملت البيت ده. بس في حاجه بقى، مين اللي عمل لك البيت ده يا برنس؟ يعني مين اللي عمل كل ده؟ كل ده اتعمل مع راجل اسمه الحاج مصطفى حسن. ولو كنا عرفنا ان حضرتكم جايين كنا جبناه معاه. الحاج مصطفى حسن من تلاميذ حسن فتحي الله يرحمه طبعا، وراجل عبقري، وطول حياته بيفتش اثار او بيجدد في المساجد او وحتى لما جه الاغاخان هنا في مصر اخده علشان يمر الناس يمر الناس في الفنون الاسلاميه. والحاج مصطفى كنت عنده قلت له ايه رايك نعمل بيت كذا وكذا، فكره عجبتني. بالنسبه للفلوس ما حسيناش بيها قوي، هقول لك ليه. لان هنا احنا اشتغلنا مع معلمين ومع عمال. جعفر اللي هو الجوز بتاعك. ايوه جعفر قابلناه. بيدفع لهم اليوميه. فطبعا لما بتدي كل اسبوع كل يوم بتحسش بمبلغ مره. لو كان حد قال لي انه هيتكلم بالمبلغ ده كله، الو تعالى في نيويورك اقابلك. عمري لو حد قال لي هيكلفني كذا. المشاكل اللي شفتها نبى، بس ربنا يعني بيخلي الحمل خفيف الحمد لله كذا. وبعد كده عملنا علاقه حلوه مع البلد. والوقت بيفوت ديك النهار كنت البلد اللي هي الجزيره. في زي فاميليا عيله. ديك النهار كنت باخد تاكسي
وجايبه مش عارف ازاي بيقول ديك النهار، مش عارف جابها منين ديك النهار دي. ما هو شويه شويه على فكره انا بتكلم اللي بسمعه في كلام حتى بقوله ومش عارف ولا فاهم حاجه. حد بيقول ايه بتقول ايه؟ انت قلت كلمه مش مظبوطه. والبيت ده الحاجات دي كلها، الاوض دي والحاجات دي مفتوحه موجوده فيها فرش؟ لا ما بتستعملهاش يعني، مثلا الحته دي فيها فرش وكل حاجه. يعني لو بيجي لك ضيوف بيقعدوا يقيموا هنا بيقعدوا هنا. هنا ما كملناش جوه، ما كملناش فرش جوه، بس في براندة تحفه يعني تحس ان انت يعني بعيد قوي، حاجه حلوه جدا. في حاجه كل مشروع انت عارف في ناس بتوقفك وناس بتقدمك، طبعا في ناس بتساند وناس بتغير. مظبوط. في اي حاجه، انا بقى ابني ناظم شاه في لندن، جه ابنه اسمه ناظم شاه. وابني ايه يا بابا، حد يبني قصر في الوقت ده اللي بتعمله ده هيكون زي واد ديزني لونا بارك. قلت له ياه، طب استنى بقى. قلت والله الولد ده بيفكر مظبوط، هتكون بستاشيو حاجه مش اصيله، وانا ما بحبش كده. فقلت الحقيقه عشان تكون في بيتها واصيله مفيش غير حل واحد، تجيب ماتيريال قديم زي الاخشاب دي، قديمه جدا من عزب قديمه، والرخام ده كمان يعني مش اشتغل زي ما كانوا بيشتغل بالظبط. ده تاج السلاطين الشركس. ما انا بقول برضه مش بتاعنا، بتاعنا فيه هلال واحد كان حتى الخوخ اللي بتاع كان بيروح الحرب عنده ريشه فوقيها، سلطان ريشه فوقيه. حتى عشان كده المثل البلدي بتاعك بيقول لك في ايه على راس ريشه، ايه ريشه المماليك. ايوه وكذا. فجبنا حتى جبنا حجر قديم، بندور على مثلا البيوت بتتهد بنجيب حجر قديم، بنجيب بلكونات قديمه، كل ما نلاقي حاجه عمود حاجه نشتريه وبعدين نوظفه. حاج مصطفى ربنا يخليه فعلا فاهم قوي الحاجات دي كلها وفاهمني. وبتقعد هنا كتير دلوقتي؟ بحب اقعد هنا. وتعزم اصحابك كل اصحابي هم دلوقتي اهو ابتدينا نفتح القصر للمجتمع. في ناس عملوا في افلام هنا، الست الاولى انا شهيره انا الخاين جراند توتال، نصه في الصعيد نص عندي. بييجوا بقى يعملوا افلام بنتسلى. في ناس عملوا فرح، سفاره فرنسا عملت فرح هنا. يعني زي اي قصر في العالم منه فيه. بس قول لي بقى الفتره بتاعت محمد علي بالنسبه لكم ايه بقى؟ بالنسبه احنا بالنسبه لك بالنسبه للمماليك اللي هذا الوقت مذبحه خلص عليهم كويس. اللي فضلوا بقى مراد بيه لما نزل راح الصعيد. من هنا بقى جت السلاله الجديده دي. هقول لك بالظبط، لما بنقول المماليك بحالهم كان فيه وفيه زي في الجيش في رتب. محمد علي قتل القيادات الكبيره، جاب عزمة القيادات الكبيره كلهم كانوا حوالي 400 وشويه. ولما قتلهم وكذا، حتى الضرب الاحمر من ما سمعنا جاي من هذا المذبحه، لان الدم كان نازل من القلع. منهم كتار ما كانوش موجود في هذا الوقت، منهم اللي زينا كان كاشف. كاشف يعني الكاشف كان بعد كده بقى مدير ودلوقتي بقى محافظ. بس الرتبه او المنصب هو. فاحنا مثلا جدنا الكبير حسن شركس الكاشف، لان دي الرتبه بتاعه، ما كانش في الوقت ده في القلعه، مش من القيادات، كان كاشف في المحافظات. وكمان كان في كل محافظه فيه كاشف كانت اسمها صنمة. يعني محمد علي ما تخلصش من دول، فضلت بقى في مصر. محدش متخلص علينا. الحمد لله. دي بركة. اخر لقب في عيلتك كان مين واخده؟ ابويا. قوم فرجنا على البيت بقى. الحوض فعلا بتاع البيت المصري اللي هو فن المماليك ال 500 سنه. بتلاقي فيه راحه. فهنا مثلا الباب ده بنسميه باب النيل.
مكتوب عليه على فكره بالفرنساوي كده يا ابو، انت داخل الباب اللي لسه طالعين منه اسمه باب المصطفى. الحاج مصطفى هو اللي بنى القصر شرفا لي واعتراف بالشغل اللي عمله، عملت له الباب باب المصطفى وكذا وكذا. الخديوي اسماعيل اللي هو بنى مصر كلها وقصور مصر كان بيقول عشان بيت يتقال عليه قصر لازم يكون عنده سبع ابواب. اسماعيل سبع ابواب. فالفكره الفكره دي ليه سبع ابواب؟ وشويه شويه فهمتها. او جعفر عملت له باب باب الجعفر دي كل واحد مبسوط. وبعدين سهل بدل ما اقول لك انت فين وانت مش فين، عند باب كذا عالم كذا صحيح. ولما قريت الخديوي اسماعيل وانا معجب بالتاريخ اسماعيل قال سبع ابواب كده، انا هعمل ثمانيه هتزود عليه، هيزايد على الخديوي اسماعيل. يعني فسحة في الماضي. لا فسحة في الماضي، في الحاضر ممتزج بالحاضر. دلوقتي بقى احنا هنخش مقر الإقامة بتاعك. بالظبط. بيت صغير اللي هو عامله لنفسه، عامل فيه، هات الكاميرا كده بس، عامل فيه بلكونه بس ليها سبب غريب قوي. قول لي بقى، دي مش بلكونه؟ لا دي ده نوع اول حاجه قبل ما نخش بيها حبيت اقول لك ان فعلا البيت ده كان البيت بتاع الفلاح احمد التحلاه. وعندك هنا حطيت طبعا هنا رنك العيله فوق. في حاجه لذيذه جدا، رنك العيله اهو اهو، الهلال والكاس اللي فيه الورد. في حاجة جميلة جدا، من دخل هذا الدار يصلي على النبي المحمد عليه الصلاة والسلام. ده بقى زي ما قلنا البيت ده أنا ما بنيتوش، لقيته موجود. ده كان بيت الفلاح. ده مؤاخذة زي ما بنقول هنا كان الزريبة. الزريبة خلي بالك دي المكان اللي كانوا بياكلوا منها البهائم الحيوانات يعني. اللي دلوقتي فيه كتب التاريخ العثمانيين وهكذا. ليه حبيت أسيب ده مع إن قالوا لي شيلها شيلها؟ قلت لا، ده الدليل، ده الأصل بتاع البيت ده اللي عايش فيه. كحالته طبعًا قعدنا بقى قبل ما نشيل التراب واللي فيه، كحلت حطيت رخام وحطيت بقى ايه الحاجات بتاعتنا ودي نفس برضو صور العيله كلها. كل صور العيله. وطبعا كل الحاجات اللي حضرتك شايفها من صوره العيله، والدتي والدي، كاسات. ودي حاجات قديمه فعلا. فعلا يعني شوف مثلا الكاسات دول، كاسات قديمه قوي من وقت افتتاح قناة السويس. مكتوب عليها اي بي اسماعيل باشا. انا اشتريتهم في مزاد في فرنسا. وهكذا يعني دي شربت منها الامبراطورة اوجيني. مش كانت موجودة هي دي ولا ايه؟ امال ايه، انت عارف كل حاجة. لا مش عارف التاريخ. زي ما انتم شايفين البيت عبارة عن متحف صغير. اللي باع اللي بتاع البسبوسه. صح، دي الناشين بتاعت جدك ها؟ ولا دي مالهاش علاقه؟ لا دول بتوع محمود فهمي بيه اللي هو كان ابو ستي. كان هو دي الناشين بتاعته فعلا، دي اللي هم اللي في الصوره. خلي بالك ده هو في الصوره اهو، وده اهو، التانيين دول بقى حاجة. يبقى دخلتهم بقى بعد السوق. صح. ده بقى الطربوش.
ودي علبة الطربوش يا برنس، دي علبة الطربوش. هو بقى البرنس مسافر حبيبي زي بتوع الجلجلة اللي هتطلع جلجلة. دي العلبة كده تمام. زمان بقى لما يسافروا ياخدوا المراكب في اسكندرية اسكندرية كذا كذا، أول ما سمعتها من وادي أول حاجة لما بيروحوا يسلموا عليه، أول ما اسكندرية تبعد شايفها يخش على طول في الكابينة ويحط الطربوش بتاعه في العلبة، معناتها قطر مع الايه الشرق. خلاص مفيش طربوش، مفيش يوك اداب يوك سلام، خلاص انتهت راح هناك ويروح خبي الذهب بتاعه هنا هنا عشان لما يروح هناك يطلع الذهب. مفيش بقى معهوش كريت كارت وبتاع الحاجات ديت ولا شيكات ولا كلام من شيكات مين، ويحط كده ثانك يو. وانا مبسوط قوي العلبه دي اخدتها من واحد صاحبي. لا هي كده مظبوطه يا برنس، عشان هي كده هو اللي جابها لي، هو اللي كان لابسها الله يرحمه كان لابسها وقال لي على الاسم. كان لابس طربوش الطربوش ده واخده من بيقول لي كنا لما بنسافر الشنطه تقيله ونرجع خفيفه. ليه؟ صرف الدهب كله، خلص كله هناك الطربوش رجع فاضي. نطلع فوق ممكن؟ يا سلام احنا تعبنا البرنس قوي. يا سلام وبعد ده مماليك غضبهم وحش. يا زمن هنا بقى في اوضه صغيره كل دول. انت داخل كده في المدخل ده ولا مدخل اوضه نوم البرنس؟ بس مش هنخش اوضه النوم بقى، احنا ناخد بس المدخل زي ما انتم شايفين. كل الاوض بقى كانت اوضه صغيره. قلت له انت عامل حاجه؟ قال لي ده القماش ده 5 جنيه من وكاله البلح. بالظبط. ده المفارش بتاعت الفن خليل. مفيش حاجه هنا الا مصريه. او مثلا عندك خنوج الخناجر دي ممكن نمسكها. ممكن تاخد البركه كمان. بس مصديه ما تفهمش مش هتتفتح. يمكن البيضه دي بس دي ممكن تفتح بالنظافه على طول. يا ترى قتلوا بيها كم واحد؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. جدودك قتلوا كم واحد بيهم؟ بسم الله بسم الله. صح جعفر؟ انا عارف. طيروا بيها كم رقبه؟ ده ايه ده؟ ده حاميه شكلها حامي جدا. الله اكبر. يا برنس احنا تشرفنا بيك والله في هذا المنزل الجميل. شوف عايز تضحك بقى، يعني بحييك على المجهود اللي انت عملته عشان تعمل لنا بيت زي كده. عايز تضحك بقى ضحكه او ده انا وانا صغير. بس ده مش هقول كانوا بيدلعونا بقى. برنس ثانك يو فيري ماتش، موست ميرسي، ثانك يو. يا رب تكونوا اتبسطتوا مع البرنس. زيارة أنا الحقيقة كانت لطيفة جدا. وبعدين في حاجة البرنس عملها، أنه لو عايز تعمل مناسبة، لو عايز تعمل حاجة، ولو عايز تعمل زيارة، الفرجة دي مش هتكلفك حاجة. البرنس فاتح البيت وعم جعفر موجود، ولطيف أنه عمل باب باسم جعفر وباب باسم الحاج مصطفى. أظن اسمه الحاج مصطفى حسن على ما أعتقد، ده اللي هو عمل الحاجات دي كلها. وده ان شاء الله انا خدت التليفون وهكلمه واشوف ازاي، لانه عامل حاجات يعني تحفه الحقيقه. ايه اللي اتغير بقى فيا بعد الزياره؟ ان انا كنت دايما اقول لك دول مش مصريين، دول الراجل ده مصري. يعني بيقول لك ملوخيه وبتاع، مش بس كلام كده في البيع، لا ده جه ساب بره اللي هو عايش هناك طبعا يعني تمام التمام، وجه عمل الحكايه دي. على فكره البيت ده متكلف كتير جدا، انا ما عرفتش الرقم طبعا، بس كل حتة فيه متكلفة، لأنها كل حتة معمولة بإتقان وبمهارة. تحس أنك أنت في بيت قديم، يعني أنت لو دخلت البيت من غير ما تعرف قصته أنه معمول من 94، يعني 1994، لو دخلت من غير ما تعرف قصته طبعا، غير ما تكون أسري، لأن الأسريين بيقدروا يعرفوا بدقة، إنما بني آدم عادي كده زي، هتحس أنه بيت قديم. فكونه يسيب ده ويجي مصر، وطبعا جهاد عشان يعمل البيت دوت، واوراق وقصص وحكايات، فده تغير وجهه نظري في ان لما اقول ان الناس دول مش مصريين، لكن لا، لما بيعيشوا وبتمضي الحياه
بيختلطوا بالشعب بيبقوا جزء لا شك خلاص بيبقوا جزء منه. فدي عدلت في افكار. انا بشكر البرنس نجيب راجل جميل ويا رب يكون عجبكم التقرير. بعد الفاصل هنلتقي بكاتبنا الكبير جلال امين في حوار يعني انا اظنه كان حوارا ماتعا ممتع للغايه. وكان الكاتب الكبير ده اخر حوار لي وهو لا يعلم وانا لا اعلم ولا احد يستطيع ان يعلم حاجه زي كده. وكان يعني على راحته واتكلمنا. وانا بشكر السيده زوجته انها فتحت لنا البيت بزمايلي بالمصورين بالهيصه وكان استقبال لينا احسن استقبال. واقدم لي العزاء مره اخرى واعزي كل الشعب العربي في هذا المفكر الكبير الذي مضى بجسده لكنه سيظل بافكاره وبما قدمه لتلامذته وللناس في الكتب. الكتب دي حاجه عظيمه جدا، الكتب دي حاجه رائعه لانها تحفظ لنا اشياء كثيره تنفع بعد 100 و200 و300 سنه. بعد الفاصل الكاتب الكبير والمفكر جلال امين في اخر حوار له في التلفزيون. بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب. ازيك يا دكتور؟ متشكرين على تلبيتك دعوتنا. انا سعيد بلقائك. وعملنا لك ازعاج في البيت وعملنا ازعاج للمدام. لا انا مفيش ازعاج وانا سعيد جدا بلقائك. ربنا يخليك دكتور جلال، ربنا يخليك. ومن زمان ما شفنا. ربنا يخليك. بكيت على الشباب يا دكتور، انت كتبت حاجه بديعه اسمها ماذا علمتني الحياه. يعني شغل حضرتك في الاقتصاد طويل ودرست اقتصاد وحقوق كان كوم، وماذا علمتني الحياه كان كوم اخر. انسانيات حضرتك بقت موازيه لعلمك بالظبط، ولا انا غلطان؟ لا هو الحقيقه انا الكتابه في السيره الذاتيه لها اغراء وسمات مختلفه جدا عن الكتابه العاديه. فبتحط نفسك فيها لا بس انت طلعت بارع فيها، طلعت بارع فيها يعني في التفاصيل، في سرد التفاصيل. هي نالت اعجاب الكل يعني لما نزلت. سعيد جدا. ربنا يخليك دكتور. بهذا. وهي طبعا القصه اللي ببتدي بيها السيره الذاتيه قصه مضحكه جدا. وهي انه ابويا كان خلف 7 اولاد وبنات وانت اصغر، وانا جاي الثامن المفروض يعني. وهو قال لا كفايه بقى كده يعني 7 كفايه قوي. وامي عايزه بيقول لك كل ما كتر العيال كل ما كان احسن، تضمن ان الزوج الكاتب الكاتب يقول لك ايه قص جناحه عشان ما يطيرش. بالظبط. فبعدين في الاخر بقى تهديدات بالطلاق وما اعرفش ايه، فخضعت طبعا. بس في مصر الجديده كنا ساكنين في مصر الجديده وكان في مترو وفي عربيه للسيدات، فهو ركب العربيه الاصليه وفاكر انها هتركب عربيه السيدات، هي روحت وبهذا نجت وانا نجوت. طب ده كويس جدا ان رجعت تتكلم. الشباب حلو برضه معناها الوجود اصلا. ما هو بقى حضرتك قلت لنا كلام حلو عن ماذا علمتني الحياه، واحنا بنسال هل لو واحد في احتمال ولو انه مش موجود لكن يا ليت الشباب يعود يوما، هل بتفكر حضرتك في السؤال ده؟ هل لو رجع ممكن تغير حاجه، تعمل حاجه، تعدل حاجه؟ والله انا مش متحمس قوي لحكايه ليت الشباب يعود. مش متحمس لها. مش متحمس قوي، اولا لعده اسباب. منها ان الشباب صحيح في مباهج كتيره انما في الام كتيره جدا. يعني الراجل الشخص كبير السن ما بيتالمش لما يتالم، لا يتالم بنفس الحده بتاعه الشباب. حضرتك بتتكلم على الالم الاحساس مش العضوي. لانه شاف حاجات كتيره قوي وكل شيء عدى
ومفيش حاجة تستاهل ده كله وهكذا. فالحنين إلى الشباب مش بالضرورة عقلاني. هو طبعا الواحد يحب يبقى شاب تاني عشان ايه يا ربي؟ كلنا نحن الى الصبا مش كده؟ يمكن من حبنا للحياه نبقى عايزين الحكايه تتعاد من اول وجديد. من اول وجديد. انما مش معنى كده ان الشباب ليس له الام شديده يعني وعذابات. لا بس ممكن الواحد يقول كنت ما عملتش كذا، وكنت عملت كذا، كنت درست كذا، كنت كتبت لا كذا. انا الحقيقه لا اندم ابدا على شيء عملته. ده مش ندم، ده تمني. ده مش ندم، ده تمني. ولا او تصحيح يعني. ولا اؤمن بال بان ده ممكن. ما هو مش ممكن. حصل حصل وكان لازم في بس ممكن انا كواحد متابع لحضرتك استفيد بانك انت لو كنت كذا كان كذا. صحيح ده مش هيرجع. لكن ممكن الشاب اللي قدامنا ده يخليه يعيد تفكيره ويصلح حاجه ممكن بدون قصد منه مننا. ما هو فعلا انا في بعض الناس علقت على ماذا علمتني الحياه. تمام. انك انت ما قلتلناش هي علمتك ايه بالظبط. ده اللي عايزين نعرفه دلوقتي. ما قلتلناش انك علمتني بالظبط. بس انا مدرك لهذا، ومش مفروض انه في اخر كل فصل تقول ومن هذا نستخلص نستنتج كذا كذا كذا. واحد اثنين ثلاثة. المفروض كل واحد يستخلص اللي يعجبه بمخه بقى. طب انت حضرتك استخلصت ايه لنفسك انت؟ دكتور جلال ضروري حاجات كتيرة قوي. عايزين نعرف بعضها لو ضروري صح. حاجات كتيرة قوي. أبسط حاجة أقولها إنه مصادر السرور كثيرة ومصادر الحزن أيضا كثيرة. يعني أظن أنا ختمته بإن إحنا ختمت الكتاب ده نعم بإن رحنا أنا وبنتي وزوجتي ونروح نحط زهر على قبر حماية كان فات كذا كان فات سنة أو سنتين على وفاته. فخدنا سافرنا يعني نروح عشان نحط القبر ده ورد ورد. وبعدين في الرجوع بنتي جاءها المخاض وولدت في نفس اليوم. واخد بالك؟ في الحادثتين دول يعني الحياة أو الله يعطي والله يأخذ أو يأخذ ويعطي. حديث صباح والمساء محفوظ طبعا طبعا بالظبط كده. فأوجه الفرح كثيرة وأوجه الحزن كثيرة. أمال مين الشخص الحكيم؟ الحكيم اللي يبقى عارف إنه لا ده حيدوم ولا ده حيدوم. لا الفرح سيدوم ولا الحزن سيدوم. صحيح. هي كلها ما بتدومش بس إحنا بنعيشها. طبعا غصب عننا. ولازم نكون موجودين كويس. يعني نسعى إنك إننا نكون موجودين كويس. طبعا. دكتور جلال أمين خرج بإيه عن الشخصية المصرية اللي عاش معاها سنين طويلة ربنا يديلك طول العمر. الشخصية اللي أنت اتعاملت معاها سواء كان طالب سواء كان فراش هنا سواء كان بواب سواء كان سواق سواء كان نجار. أنا أعتقد إنه ده شيء في ناس يقول لك ما فيش حاجة اسمها شخصية قومية كل واحد شكله بتاع. بس أنا أعتقد إن في حاجة اسمها الشخصية المصرية. لمحت منها يا دكتور؟ أولا المصريين طيبين جدا في الحقيقة. أنا شفت شعوب كتيرة الحقيقة. المصريين عندهم طيبة وأظن دي ناتجة عن التاريخ الطويل. وكان في مؤرخ ممتاز اسمه إدوارد لين كتب كتاب في الثلاثينات القرن التاسع عشر على تقاليد وعادات المصريين المحدثين في نظره ده الكون لسه جاي لها. وبعدين بيقول حاجة المصريين اتنين يتخانقوا مع بعض ويبقى على وشك واحد يضرب التاني او يموته يكفي بس واحد يقول له صلي على النبي صلوا على النبي يبوسوا بعض. ممكن على طول يبوسوا بعض. ودي فيها حكمة كبيرة يعني المسألة ما استاهلش ده كله. ده أحد الأشياء. إيه تاني؟
فأنا كنت بحاول أكون مدرس كويس وده اللي أنا حاولت، وكنت أخرج عن الموضوع كتير. يعني أنا مفروض أدرس اقتصاد بس الحقيقة ما كنتش بحب الاقتصاد. ما بتحبوش وبتدرسه، ده اعتراف جامد. هو علم مش ظريف، هو علم مش ظريف. بس أنت حضرتك بسطته، دي من مميزات حضرتك في علم الاقتصاد. بيقولوا لي كده إنك سهلته وعملته اجتماعي شوية، يعني خليته ما هو لازم الناس. هو لازم يبقى خليط ما بين الاقتصاد واشياء اخرى. بتفتكر وانت قاعد كده دكتور حاجات حلوه عملتها تحب تعملها تاني؟ السن الكبير بيمنع عن حاجات كتير كنت بتحبها نفسك. اولا مثلا عشان انت بتقول لي مش عايز الشباب يرجع تاني، بس انا شاكك، يعني شاكك في نواياك الحقيقه. اولا البيت اللي حضرتك قاعد فيه ده بيت جميل. كانت حته ارض، دي كانت حاجة عظيمة أنا عملتها. كان بيتباع المتر بأربعة إلا ربع، وتشتري من الشركة بشركة المعاد وبالتقسيط على 15 سنة. فربنا ألهمني إن أنا بتيجي في حتة زمان ما كانش في حتة دي. دي من الحاجات الكويسة اللي أنا ما ندمش عليها. وطبعا ربنا وفاني فيها. ايه الحاجات التانية؟ بس انت لو الشباب رجع تاني مش هتقدر تشتري البيت ده. لا مش ممكن. ولا اجره، مش عيبه باربعة ونص دلوقتي كل حاجة باتنين ونص مش باربعة ونص. ولا اجره. وبعدين انا بقول كده مش عشان مجاملة لزوجتي، لا ما بين لمستها موجودة، انما يعني. لو رجعت انا ما غيرش قراري بالزواج منها مثلا. يعني ما وانا خدت القرار ده فجاه وعفويا، واظن قلت لها تحب تيجي معايا مصر، ما كانش مثلا تحب نتجوز بس ولا قلت لها تحب تيجي معايا مصر، قالت تقصد ايه؟ لازم اجي ازاي؟ لازم تباين. انا مش بتكلم بس يا دكتور على الندم، انا بتكلم على احلام اليقظه. احنا قاعدين كده كبار في السن نقعد نقرا ونكتب وكده، تجي لنا حاجات مهم جدا ان الناس تعرف، خاصه من ناس معينين في الحياه، ان هم الناس اللي قروا كتير وكتبوا كتير وعندهم اللي حضرتك اشرت عليه، عندهم الحكمه اللي ممكن تساعد الناس في مواجهه الحياه الصعبه. بيبقوا محتاجين شيء من الحكمه من الكبار. فنشوف الكبار هم في اللي فات مترددين في ايه، حابين ايه، كارهين ايه. اظن ان ده ممكن يبقى مهم. والله أنا يا محمود أؤمن جدا بالمكتوب. تمام. الحقيقة. تمام. وإن الواحد بيتولد بخصائص معينة في الجينات بتاعته. بس كل الحاجات اختيارات. هي فيها اختيارات تبان إنها اختيارات، إنما الحقيقة إنها مكتوبة عليك. الحقيقة أرجو يعني أنا يمكن أكون غلطان. لا معلش، نبقى نرجع لحكايه الاختيارات دي بعد شويه. لا احنا فيها دلوقتي بنتكلم فيها. مكتوبه على الواحد، يعني مكتوبه على الواحد بالجينز. يعني انت بتتولد بميول معينه، حاجات بتحبها وحاجات لا يمكن تحبها. واخد بالك؟ عندك نزعه فلسفيه، عندك نزعه عاطفيه، وهكذا. ودي بتفضل معاك اظن طول العمر. ما تقدرش تتغلب عليه. فأنا ليا كتاب على فكرة اسمه مكتوب على الجبين، ده أظن آخر صحيح. كتاب مكتوب على الجبين، وأنا أؤمن بهذا بشدة. إنه أنا يعني إحنا كنا سبع أخوات مثلا، وأنا الصغير، وكل واحد تتأمل حياته تلاقيه شكل مختلف جدا عن التاني. مع ان احنا تربينا في اسره واحده، بيئه واحده، واحده وكل واحد. شيء ومدارس تقريبا واحده. انما كل واحد طلع شكل. طب دي تفسرها ازاي؟ بس طلعتوا معظمكم عندكم دماغ، يعني الاستاذ حسين الله يرحمه تعرفه كويس. ما انا وحسين كنا يعني نوع. كان سفير لكنه كان بيكتب بالادب. طبعا ده كله نابع من احمد. بس حتى انا وحسين ولو ان احنا عندنا نزعه للقراءه والكتابه، عندكم نزعه كبيره. حسين كان يحب يكتب حاجات معينه وانا اشياء اخرى. فدي برضه بس حضرتك درست حقوق وبعدين درست اقتصاد، يعني حاجه
ده اختيارك بقى ولا ده برضو بين؟ لا هو فيها جزء مكتوب على الجبين برضو، لاني ايام ما اتخرجت من الثانوية اولا انا كنت لازم اقولها على الملأ، انا كنت اول الاول على المملكة المصرية، ما كانتش بقت جمهورية لسه، كانت سنة 51 فطلعت الاول على مصر كلها في القسم الادبي، هو كان في قسم ادبي وعلمي طبعا وعلمي ورياضة مصرية، و تعرفت كان مجموعي كام ساعتها 83.5 والاول والاول على الجو على المملكه دلوقتي بيجيبوا 104 وما بيطلعوش الاول فايه كان قدامي اختار تقريبا اي كليه من الكليات الادبيه هي كانت اساسا يا تجاره يا اداب يا حقوق والحقوق كانت اعلاها مقاما، كان يقول لك كل الوزراء لازم يجوا من كلية الحقوق وكل السياسيين الكبار من كل السياسيين الكبار من الحقوق. الاداب كنا نقول احنا تخش الاداب هتطلع مدرس، ما فيش حاجه احسن من كده، ما فيش زعامه ما فيش زعامه. فانا دخلت الحقوق لهذا، يعني ما كنتش احب القانون ولا حبيته والاقتصاد زي ما قلت لحضرتك ما كنتش بتحبه برضو. الاقتصاد علم جاف جدا. امال انت كنت بتحب ايه يا دكتور؟ انا كنت احب الادب اكثر في الحقيقه، عشان كده لما كتبت مذكراتك رحت في سكه تانية. بس ايه ما اعرفش كان ربنا وفقني ان انا دخلت كليه اخرى، اصل اللي بيخش الاداب مش بالضروره يكتب، لا لا يعني لا طبعا طبعا مش بالضروره، لا لا لا. فانا كنا كنت احب الادب اكثر من اي شيء اخر بس كنا الحقوق والاداب انت عارف في جامعه القاهره قصاد بعض، وقيل لنا ان البنات الحلوه كلها في الاداب، في الاداب انا كنت اداب، فكنا وانه لازم تروح بوفيه الاداب طبعا تشرب قهوه ولا شيء، مشهوره جدا مش كده؟ طبعا ما اعرفش لسه موجوده الحكايه ودي ولا مش عارف، بس هي على ايامنا كانت موجوده وعلى ايام حضرتك كانت موجوده صحيح، ويبدو انك كنت بتسيب حقوق وتروح تقعد في كافيتيريا اداب، نروح ناخد الكافيتيريا بس مش كتير. طب يا ترى يا دكتور البنت اللي حبيتها كانت في اداب ولا حقوق ولا وانت بتدرس اقتصاد؟ لا هي بعد الفاصل يا دكتور عشان تفكر. كنت بسأل الدكتور جلال عن البنت اللي حبها، يا ترى هو بيدرس في حقوق وبيروح اداب، فهي كانت من اداب ولا من حقوق ولا هو بيدرس اقتصاد؟ لا انت مكار قوي اولا، البنت اللي بحبها ايش عرفها كده، انا كنت لازم لان انت كنت هو انا بدات يعني في كنت شقي وجميل وكده معروفه في كتاب ماذا علمتني الحياه، لكن في الحب طبعا الواحد بيقع فيه في سن مبكرة أظن كان سن ومتأخرة برضه ومتأخرة ومتأخرة في سن 13 و14 كانت من عيلة صديقة لعيلة بنت الجيران بقى. نعم لا والله كنا كنت أشوفها في اسكندرية على البحر طبعا، وهم يروحوا يصيفوا في نفس في نفس المكان سيدي بش طبعا، كان وهكذا. بتاع الناس طبعا سيدي بش واحد، فكنا كنت اشوفها في وقعدت مده الحب الاول ده قوي قوي وفي بقى قوي جدا اللي هي لانه بقى بدايه انفتاح القلب على الجنس الاخر. بيطلع بعد الاخر تجربه ولا بيطلع وهم؟ لا ما هوش وهم، تجربه ما دام ده مشاعر حقيقيه بيبقى تجربه كويسه، بيبقى تجربه برضو لا ما كانش وهم بس زال ببطء قوي، يعني خد منك وقت زال ببطء قوي من سن 12 و 13 لغايه ما بعد تخرجي من الجامعه، يعني في سن 21 ولا حاجه. ده كان في حاجه جامده، كان في شعور جامد بس للاسف هي كانت عارفه ان انا بحبها انما ما كانتش داري، يعني ما كانتش مهتمه خالص، الظاهر انا ما كانش عندي ده كان حب من طرف واحد هو ده من طرف واحد. ما عشتوش تاني ده؟ لا ما دائما لا، عشان الحب الذي ادى الى الزواج ده كان من طرفين. كان من طرفين متاكد يا دكتور؟ ارجو ذلك بيرجو ذلك طيب يا دكتور
الشباب حاجة حلوة جدا، بيبقى فيه حيوية وأحلام وأفكار وحاجات. الواحد لما بيكبر سنه بتتراجع أشياء كثيرة. إيه اللي فضل موجود جوه الدكتور جلال أمين وكأنه لسه شاب، فضل زي ما هو يعني، إحساس ما، رغبة ما موجودة جوه الدكتور، هي دي اللي بتقول يا ليت الشباب يعودوا يوما، وعشان كده أنا متمسك بيها. والله سؤال كويس. طبعا في حاجات ما بتختفيش ابدا، وحاجات كتير بتختفي وتفضل الاشياء. الحب بالمعنى العام، مش بمعنى بالضروره للجنس الاخر فقط او لشخص معين فقط. يعني انا كثيرا ما اتذكر اخوتي اللي فقدتهم واحن اليهم بشدة، وأقول يا ريت كن الواحد شعوره كده لما كانوا على قيد الحياة. لكن ده مش ممكن. ساعات أحاول أجدد هذا عن طريق علاقتي بولادهم، أنا بقى عمهم أو خالهم، إنما صعب الاسترجاع هذه المشاعر حقيقة. طيب ده كلام بقى، شوف ده اللي أنا عمال أسحبه من حضرتك، عشان ده لو في حد اخواته موجودين يلحق نفسه. كده حضرتك قلت تعبير يعني كدا. في منتهى الصعوبه انه اعمل اللي ما كنتش بعمله وهم عايشين. مظبوط، لان الحياه بتاخدنا. مش فيش قسوه ولا فيش نيه وحشه. في حاجه انا كتبتها في كتاب اظن ما زعلمتني الحياه، على ابويا في اواخر سنه. ان انا راجع، كان يمكن عندي مثلا 17 سنه، وراجع من السينما وعايز انام بقى، وهو قاعد في الصاله لوحده في ضوء خافت، وكان نظره ضعف، القرايه بالليل ما كانتش سهله، وما صدق ان حد من ولاده جه وعايز يتبادل معاه الحديث يقعد يدردشه. يوم يقعد يسالني كنت فين، اجاوبه باختصار شديد. عايز تروح اوضتك مع مين، اجاوبه باختصار شديد. وبعدين يبدو ان المساله تركت اثر في نفسي، لاني كثيرا ما اتذكرها، والا ما كنت اكيد فكرت فيها بعدين، والا كنت نسيتها. وهو عايز يتكلم ووحيد هذا الكاتب الكبير والمبدع. يا اخي ما كاتب كبير والناس بتعجز، كان كل شويه يضرب تليفون، واحد بيترجى انه يتكلم وزير المعارف عشان يديله الدرجه المعرفش على وسائل خدمات. كده بس وساطه. وبعدين حتى دي قلت، لانه ما بقاش له مسؤولين موجودين. كده فكان وحيد. وبعدين هي هوايته في الحياه كانت القرايه والكتابه، ونظره ضعف، ما بقاش يقدر يجيب ولا يكتب، يجيب له حد يقراه ويمليه، بس دي مش زي نفس الشيء يعني. المهم، ففي الحادثة دي أنا دخلت أنام، وبعدين تذكرت بعدين إن هو كان عايز يتكلم. كان عايز يتكلم، ومش ضروري الفيلم يكون إن مهم أو جيد أو بتاع، هو عايز يتكلم وخلاص. وأنت سبته ودخلت نمت؟ نعم، سبته ودخلت نمت. على الأقل مما يذكر لي ان انا ما نسيتش الواقع دي. ما نسيتش، كان ممكن ازاي. بس انا ما نسيتش، اثرت في حضرتك. وبعدين في جالي تعليقات على الانترنت، ان ناس يقولوا لي انت بتتكلم كانك بتتكلم على ابوي، واخد بالك؟ وانا برضو غلطت في حقه. انا عايزك تسترسل كده على راحتك خالص. لانه هي الفكره يا دكتور، ان الواحد لما بيستدعي بعض الافكار او بعض المواقف او بعض الحاجات، ممكن يعيد النظر فيها تاني. إعادة النظر دي مفيدة ليا ولده ولده وللأصغر والأصغر والأصغر. في نفس الوقت يمكن أنا عايز إجابة على سؤال ببسيط. السن الكبير بالنسبة لحضرتك حلو ولا وحش؟ حلو ولا وحش؟ والله له مزايا. الناس بتفترض إنه دايما أسوأ من الشباب، بس أنا شايف إن له مزايا. هو ناس يقول لك الحكمة، بس يمكن الحكمة دي كبيرة شوية. بس دلوقتي الحزن ضعف والسعادة ضعفت والحزن ضعف كمان، يعني ما بقتش السعادة قلت والحزن قل
فما بقاش الوقت والحياه تبقى حلوه كده اللي هي تبقى زي الخضار السوتيه كده تبقى حلوه ولا تبقى زي الميه الفتره انما اللي هي فيها صراع ونصب بتبقى احلى انت وذوقك بقى طيب انت اختيارك صحيح انت وذوقك ناس تفضل دي يعني انت حضرتك مستعد حاليا تخش في اي معارك فكريه سياسيه خاصه في نقطه انت حضرتك ما حبيتش المناصب خالص صحيح ليه يا دكتور لم تغرني المناصب والله دي حكمه كانت لانه ما امي كانت تقول انت عاقل من صغرك ده كويس كويس جدا تقول انت عاقل من صغرك ف المناصب واضح انها قصيره العمر فيما تجلبه سيئات السمعه خصوصا اذا كانت سيئه هي الاثنين لا يسعى اليها الحقيقه لا يسعى اليها امال ايه اللي يسعى اليه في الحياه دكتور بعد خبرتك الطويله دي المفروض لما في حد شاب بيشوف من الوقت عنده 15 و20 و25 حتى و30 و40 ايه اللي يجب غير الحكم بقى اللي هي التقليديه الحياه ما تسويش ايه اللي يجب ان يسعى اليه؟ برتراند راسل الفيلسوف الانجليزي طبعا الشهير طبعا وانا احبه قوي لانه كمان كان بيكتب بسهوله وهو خد جايزه نوبل على اسلوبه صحيح ما هو اسلوبه انا ما بقراش بالانجليزي بس بالعربي يعني وكان دمه خفيف ليه تذكرته دلوقتي؟ لانه قال الحب انه اهم شيء بس ما كانش يقصد الحب المحبه بالضرورة. يقصد المحبه المحبة صحيح وأنا أعتقد إن هو ده أنت كنت بتقول إن الواحد ينصح بيه لا مش بتكلم عن النصيحة لا الواحد بيشوفه المحبة مهمة أوي ودي ممكن يكون موضوعها أو محلها مختلف الأشخاص ومختلف الطبقات أنا مرة كتبت عندي في ماذا علمتني الحياة فصل أظن اسمه عين شمس على تجربتي كمدرس في جمالية في عين شمس في حقوق عين شمس وقلت في شخصين حبيتهم جدا في الكلية الدكتور إسماعيل غانم اللي أصبح عميدا ومات صغير للأسف وعم عوض الفراش لأنه عم عوض كان راجل حكيم أوي ولما كان يلاقي الطلبة تتظاهر يقول لك ما فيش فايدة يا بيه أو يا دكتور مهما تظاهروا ما فيش فايدة الحكاية مش هتتغير والكلام ده كان سنة 65 66 يعني من أكثر من 50 سنة وفهمها هو فهم الحكاية فهمها هو من غير ما حد يقول أمال إيه هو الصراع الحقيقي يا دكتور؟ أمال إيه؟ إيه هو الصراع الحقيقي في الحياة؟ يعني حضرتك خط في الادب وخط في الاقتصاد وخط في الحقوق وخط في حاجات كتيره طبعا ليك باع في السياسه كبير يعني مواقفك معروفه طول عمرك يعني انت المعارضه الكبرى يعني والله إيه؟ احسن شيء اللي هو لم افقده محاوله الفهم مش التاثير في الاحداث يعني الواحد يعيش عشان يفهم بس والله الفهم ده حلو قوي وبعدين وبعدين الايام لازم بعد الفهم يبقى بالفعل وبعدين الايام بتعمل بيك زي وبعدين بقى اللي هي المكتوب على الجبين لا يعني انا اسعى لايه في الدنيا دي انت راجل عندك تجربه فكريه وعقل متكلف زي ما المصريين بيقولوا يعني عقلك متكلف فالعقل المتكلف ده يقول للناس ايه الفكره ليه هو التفاهم مع الناس ده اللي هو المحبة مش بسيط محاولة طبعا. الفهم متعة في حد ذاته ما أقصدش بالذات فهم السياسة الدولية لأنه يمكن دي يستحيل يكاد يستحيل دي ما بتبقى كل يوم عن التاني مختلف كده وأنا ابتديت قراية الجرايد ألاقيها لا فائدة منها بتاتا يعني صحيح ببص كده كل شوية إنما الجرايد لا تقول لك جزءا من الحقيقة تقريبا أبدا
امال ايه للواحد؟ اه بقول لك كويس يا دكتور، محاوله الفهم. نعم. امال ناخد الحقيقه منين؟ يعني انا كمواطن اخدها منين؟ عشان كده بقول لك لابد من التخمين، انك انت تحط الواقعه دي زائد الواقعه دي زائد التصريح ده. ده التامل بقى والدراسه ومحاوله الفهم زي ما بقول لك. محاوله الفهم بدون بالضروره معونه من وسائل الاعلام الا طبعا البرنامج بتاعك. لا ده اوله. انت فهمتها؟ فهمت الحياه؟ لا دي كلمه كبيره قوي. معلش الواحد يقول فهم. انا بسالك على الجو زي ما انت عايز. انا بسالك. لا انا طبعا فهمت اشياء كتيره ما كنتش فاهمها زمان. ايه بقى؟ ان الناس يعني منها اول ما يتبادر زي جديرون بالعطف اكثر منهم بالكراهيه. الحقيقه كل في كلمه انجليزي مفيده وصعب ترجمتها. فولنربل. فولنربل يعني الراجل او الشخص ست او راجل بيبقى دايما عندهم حساسين لشيء سهل جرحهم. سهل انك تجرحهم. انا بقول ان الناس كلها فولنربل يعني سهل انك تجرح، عندهم نقطه او كذا نقطه ضعف. لازم لو عرفتها يبقى ممكن تجرحهم بشكل قاسي جدا. وإدراك هذا ان الناس كلها فولنربل لابد يخليك عطوف. عطوف يعني رقيق يعني في التعامل. رقيق في التعامل يعني ما تقصوش قوي، ما تقصوش قوي على الناس لان فيهم ما يكفيهم. صحيح فيهم ما يكفيهم، فلازم تكون اكثر عطفا. طب انا ازاي استدعي مشاعر التعاطف دي؟ زي ما حضرتك شايف الحياه فيها قسوه كبيره والناس مشدوده ومتعصبه لاسباب كتير قوي. حضرتك طبعا يعني ده واضح قدامك جدا. ايوه. ازاي انا استدعي هذا الشعور؟ ده شعور في منتهى الرقي. ان انا ماشي في الشارع فشايف ان الناس اكون لطيف معاهم دي حاجه. ازاي الواحد يستدعي المشاعر الجميله دي؟ وسط الظروف. سؤال كويس بس صعب. بس ايه الناس يختلفوا بعضهم عن بعض في مدى ادراكهم لهذه الحقيقه. لان معظم الناس بيتصدر عنهم اعمال قسوه مدهشه. يقصون على بعضهم البعض بدرجه مدهشه جدا. فيا ريت الواحد يقدر يتجنب الحكايه دي. بس حكايه يا ليت الشباب يعودوا يوما دي كويس. انا هو ابو العتيه قال اخبره بما فعل المشيب. اخبره بما فعل المشيب. بما فعل المشيب هي جمله كلمه بيت شعر لطيف قوي جدا وموزون حلو قوي. انا احب الاكثر من ابو العتيه هي احب المتنبي. يا سلام. والمتنبي كان حكيم قوي ويقول لك تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. واخد بالك انه دايما يختمها كده بحكمه. هما الحقيقه مجموعه شعراء جبابره يعني. المتنبي بتاعت هي بيستحضرك حاجه من ابيات الشعر دلوقتي برضه. المتنبي بيرثي جدته. الزهر كان بيحب جدته قوي. صحيح. وهو هي كانت في العراق. صحيح. اصل هي اللي ربته. نعم. هي اللي ربته. صحيح. فكان هي ماتت في العراق. ماتت بعيد عنه. ماتت بعيد عنه. كان بعيد عنه. صحيح. وهو اظن كان في مصر او شيء او في سوريا. فبيقول طول جزيرته. انا مش عارف البيت ده. حتى يعني جاءني نبأ. شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. يا سلام. يشرق بي. يا سلام. لا هو انا كنت مغرم بيه قوي. هو ده بقى بيجيب الشباب. انا كنت في سنه خمسه ثانوي. لما مش بس طلعت الاول على المملكه، كانوا عاملين مسابقه في اللغه العربيه. واللي يكسب يفوز بيها المملكه المصريه. دكتور عشان قالها قبل كده بس مش حضرش الكلام. كانت 51. لان الكلام ده 51.
1900 المملكة المصرية. وكانت الجايزة 50 جنيه. دي صارت كانت حاجة عظيمة جدا جامدة جدا. وكان موضوع الجايزة المتنبي، انك تقرأ عن حياة المتنبي وتحفظ بعض أشعاره وحاجات كده. فأنا أغرمت، مش عارف أغرمت دي كلمة صحيحة ولا لا، لا صحيح. بس على ما أظن يعني أظن به، لأنه غير أنه شعره جميل من ناحية الجرس والموسيقى، كان مليان صور بديعة. حكم. نعم حكم، صور بديعة وحكم مش معقولة. أوي طبعا طبعا طبعا. أنا مش عارف ليه سموها، سموه المتنبي، وما اعرفش اذا كان دي حقيقه. انا هشوف انا برضه هل هل ادعى النبوه ولا لا. هو ليه قصص كتير في القصه يعني، ده عالم احنا دايما بنحب بنبعد عنه ونخلينا فيما قدم من افكار في ابيات شعريه شديده الروعه. اما اموره الشخصيه هو بقى دي ما في قصه، القصه المشهوره طبعا، وكان الظاهر يحب الفلوس قوي يبدو. والفلوس في نظرهم ساعتها يعني في القرن التاسع او العاشر الميلادي، انه الملك او الامير يديك ضيع، يديله اي حاجه، ممكن يديله بلد على فكره، يديك عزبه وما اعرفش 100 حصان وحاجات كده. فهو راح لكافور ملك حاكم مصر، وقعد يمدحه. كافور الظاهر كان بخيل قوي، ما ادالوش، اداله حاجه زي تافهه كده، فشتموا بقصيدة المشهورة، اداله واحدة تانية على طول. شتموا بالقصيدة، بس شتموا بعد ما مشي. بس وصلته. نعم وصلته القصيدة، وصلته. دكتور، وانا بني مع حضرتك، لو انت قعدت مع نفسك كده وفكرت احلى حاجة وحاجة ما كنتش تحب تعملها في رحلتك، ربنا يديك الصحة، احلى حاجة حصلت لي يعني ولا عملتها ولا اللي يعجبك؟ اللي يعجبني. اللي يعجبني. والله سؤالي يبدو سهل، انما هو لا مش سهل طبعا، مش سهل ابدا. يعني خليها من احلى الحاجات عشان ما يبقاش سؤال معقد، احلى الحاجات تبقى اجابته صعبه. يعني طيب انا احول السؤال الى شيء اخر عشان اقدر اجاوبه. ايه اكتر اشياء تمدني بالسرور الان؟ تمام واخد بالك، ماشي. هي القعده مع اولادي ومراتي الحقيقه، اكتر حاجه اكتر من القرايه، واكتر طبعا من التلفزيون. طبعا التلفزيون يعني انصحك بعدم الحقيقه. واكتر من القرايه. الكتابه بتسرني اكتر من القرايه، اكتر التعبير عن النفس. يبدو ان الواحد محتاج يتكلم اكتر من انه يسمع. انت فاكر موقف باباك؟ وده كان موقف والدك. خلي بالك بقى. كويس. مظبوط. طب لو سالتك قبل ما اقوم سؤال بسيط خالص، الحياه حلوه؟ طبعا نعمه من الله. لابد من الشكر عليها. وهو سؤال مدهش، لانه مش مفروض الشخص الشيء الحي او الشخص الحي يسأل السؤال ده، لازم يعيشه، يعيشها. يعني هي نعمة ربنا أعطاها لك، ما ترفضهاش، وهي في معظمها ممتع. حلوة، معظمها ممتع. شكرا دكتور، ألف شكرا دكتور.